بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وعبادتك ما حيينا يا رب العالمين. اللهم أعنا فيما أقمتنا فيه على ما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وما بكم من نعمة فمن الله، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم يا رب العالمين. اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك. اللهم ما أعطيتنا مما أحببنا فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم يا رب العالمين، فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وعافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، وعاف عن ذرياتنا وعن آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومين في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية رحمهم الله. وهذه هي المحاضرة أو الحصة الرابعة في كتاب السلم أو أحكام السلم من الكتاب، والأخيرة إن شاء الله في أحكام السلم. يعني السلم تقريبا جلسنا فيه أربع حصص بما فيهم هذه الحصة، وهو باب واسع ممكن نمكس فيه عدة شهور، لكن يعني يكفي الأربع حصص دي تفتح لك إذا أردت أن تتوسع، إن شاء الله تجد بعد ذلك التوسع أسهل في مطالعته. والسلم هو بيع موصوف في الذمة كما تكلمنا في المحاضرات السابقة، ولما كان بيع غائب، لأن بيع الموصوف في الذمة كأنك بتشتري شيء غائب، والشيء الغائب قد يكون فيه غرر، وكل ما كان فيه غرر حرام شرعا، أجازه الشارع بالرغم من وجود سبب الحرمة فيه لعموم الحاجة إليه، لأن الناس أحيانا تحتاج مثل هذه البيوع، فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أجازها النبي صارت رخصة، لأنها على خلاف الدليل بعذر، وهذا هو تعريف الرخصة، هو ما كان على خلاف الدليل بعذر. أما العزيمة فهي ما كانت وفق الدليل بغير عذر، زي الصلاة مثلا، العزيمة فيها أن الظهر أربعا، لأنه ده الدليل، هو ده إجماع المسلمين، هو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يأتي عذر السفر الطويل تقوم تقصرها تبقى ركعتين، فجاءت على خلاف الدليل لعذر السفر، فهمت؟ أدي معنى الرخصة. الوضوء للصلاة، فإن تعذر الوضوء يبقى ما جاء على خلاف الدليل لعذر بسبب فقد الماء يبقى التيمم، يبقى التيمم رخصة، والوضوء هو الأصل عزيمة. وهكذا كذلك البيع أصله أن يكون الثمن والمثمن والعاقد والعاقدان حاضرين في وجود الشهود، فهم يتم البيع. لكن لما يبقى أحدهما غائب، فإن غاب الثمن وأخذت المبيع بقى بيع بالإيه؟ بالآجل، واضح؟ طب لو العكس، حضر الثمن والمبيع غير موجود بقى اسمه سلم، هو ده بقى السلم اللي احنا بنتكلم عليه، واسمه السلف بلغة أهل الحجاز، سلم وسلف.
احنا قلنا ان في شروط كثيرة وضعها الفقهاء ولم يضعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وضعها الفقهاء بمقتضى فهمهم لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لان شرع النبي جاء لرفع الخلاف ولرفع النزاع ولرفع الغرر ولرفع الضرر ولعدم المشاحة، كل هذه الاشياء جاء بها الشرع. فاشترط الفقهاء شروط في عقد السلم تقلل مثل هذه النزاعات التي قد تقع ومثل الغرر الذي قد يقع حتى لا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. وأحيانا هذه الشروط تكتب وتضاف عصرا بعد عصر كلما طرأت على الناس شروط أخرى تؤدي إلى النزاع. وعلى كده باب الفقه باب واسع ولا ينتهي، يعني كلما وجد الفقيه في عصر من العصور طريقة معاملة معينة ينتج عنها نزاع معين، يقوم يبتدي يقطع شروط تمنع هذا النزاع. لم يقلها العلماء السابقين، لكن العلماء السابقين لو كانوا عايشين هذا العصر هيقولوها. ودي دليل على خصوبة الشرع. ايه شرع المسلمين؟ عندهم خصوبة في الشرع بحيث انهم لا يحتاجوا نبي تاني. جاء النبي ببركاته وانفاسه وانواره واقواله على بكونها مع كونها محدودة، الا انها كفت الامة في فروع وتصورات غير محصورة، وده من بركة شرعه صلى الله عليه وسلم. فيقول الكلمة تلاقيها صالحة لكل عصر ولكل مصر ولكل شخص ولكل موضع ولكل حال، مع تعدد الأحوال إلى ما لا نهاية من التصورات تجدها كلمة النبي تتسع لها وتشملها. عشان كده الشيخ الزاهد الكوثري كان له كلمة مشهورة وقال أن الفقه الإسلامي من معجزات النبي. كان يقول كده، الفقه الإسلامي ده غير متصور ان تبقى اقوال محصوره تحكم فروع غير محصوره، غير متصوره، لكن تصورناها في الشريعه الاسلاميه. فدي من رحمه الله. فمجرد اللي احنا بنقراه للفقهاء عشان ينبني فيك الحس الفقهي، وعلشان تعرف كيف تصور الفقهاء على مدى قرون طويله شروط توافق الشرع الشريف دون ان ينص عليها الشرع الشريف. وده يعني باب عظيم، لان كثير من الناس لما يجي يقرا في كتب الفقه المتفرعه في الفروع الكثيره يقول لك ايه الدليل اللي يجيب لك الشروط دي كلها؟ هو النبي قالها ليه؟ يبقى ده جاهل مش فاهم. هو النبي قال كلام اجمالي، والفقهاء دول لما تعينوا قضاه ليفضوا النزاع بين المسلمين وجدوا انه بيحصل نزاعات بسبب تعاملات معينه، فبداوا يوضعوا شروط تقلل هذا النزاع. فالشروط دي كلها توافق اصل الشريعه اصلا، مبنية على فهم المسلم لدينه. احنا كنا قلنا ان عقد السلم له يجب عليه شروط فيه حتى يصح عقد السلم، كما ان هناك شروط تجب ان تكون في المسلم فيه. المسلم فيه اللي هي البضاعة اللي انت هتجيلك بتتفق عليها وغير موجودة الان، ده اسمه المسلم فيه. واللي خد الفلوس المال عشان يحضر لك البضاعة في الميعاد بتاعها اسمه المسلم إليه، كويس؟ واللي دفع الفلوس الوقت ومستني البضاعة اسمه المسلم. يبقى عندنا المسلم والمسلم إليه والمسلم فيه. قلنا الكلام ده في أول حصة، بس احنا ايه التكرار يعني يعلم الشطار، لأن كتير من الطلبة ما بيذاكرش. يبقى احنا عارفين ان العاقدان في عقد السلم اللي بيدفع الثمن حالا في اثناء العقد اسمه المسلم، واللي بيحضر البضاعة اللي هو الطرف الثاني في العقد وهيجيبها لك بعدين اسمه المسلم اليه، وموضوع العقد نفسه اللي هي اوصاف البضاعة اسمها المسلم فيه. كويس؟ سهلة الحكاية دي عشان هنقرا كلامنا ناخد بالنا منه. احنا قلنا ان في شروط في المسلم فيه، في شروط بقى في العقد نفسه، في العقد السلم نفسه. احنا كنا قرأنا منها بعضها وقفنا على الشرط الرابع، فبيقول والرابع ان يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب. احنا بنقرأ الاول الكلام اللي في الهامش، اي استحقاق تسليم المسلم فيه. فلو اسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح. هو الرطب بيطلع في الشتاء؟ مش معقول. او متفق معاه اقول له انا عايز منك مثلا 50 كيلو رطب في شهر طوبة، طب هيجيبها لي ازاي شهر طوبة ده في عز الشتاء؟
ده مفيش رطب يا عم، ده في عجوة، ده بقى عجوة خلاص وبقى تمر، فهمت؟ فيبقى ما ينفعش، يبقى لازم يبقى البضاعة تكون غالبا حاضرة عند حلول الأجل، ما اتفقش معاه على بضاعة نادرة الحصول عليها عند حلول الأجل وإلا بعجزه. عشان كده قال لك لا يصح. ليه؟ علشان نمنع النزاع اللي هيحصل. واضح؟ يبقى لازم تكون البضاعة دي وقت الأجل اللي اتفقنا عليه تكون سهلة الحصول عليه. واضح؟ والخامس أن يذكر موضع قبضه. كمان هيجيب لك البضاعة دي ويوصلها لك فين؟ عشان ما يحصلش نزاع. هيستلمها لك في المينا، طب ومين اللي هينقل؟ ومين اللي هيشيل؟ والتكاليف المؤنة. طب ما هينبني عليها نزاع، وأي مينا؟ في بورسعيد ولا في اسكندرية ولا في دمياط ولا فين؟ ولا في رشيد؟ ما ينفعش، لازم أحدد الموضع ونحدد كمان المؤنة على مين؟ كل التفاصيل تبقى موجودة. خدت بالك ازاي؟ كل ده ليه؟ لمنع النزاع. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده؟ قال لازم تحدد الموضع؟ ما قالش كده، لكن قال امنع النزاع، مش كده؟ فالنبي لما نهى عن اننا ايه نتباغض، قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا. يبقى كل ده علشان نفضل اخوان، ما يحصلش العداوه بيننا. يقوم الفقيه يحول المعاني دي اللي هي شكلها وعظ الى اسلوب عملي في الحياه في التعاملات الماليه. وده ايه؟ يبين لك قد ايه فقهاء المسلمين خدموا هذا الشرع الشريف، جزاهم الله عنا خير. يبقى ان يذكر موضع قبضه اي محل التسليم ان كان الموضع لا يصلح له او صلح له، ولكن لحمله الى موضع التسليم او لا يصلح له او صلح له، ولكن لحمله الى موضع التسليم مؤنه. يعني ممكن يبقى ايه الموضع اللي اتفقوا عليه لا يصلح للتسليم، يبقى لو شرطوا الموضع ده يبقى العقد يبطل. كويس؟ طيب، وممكن يشترطوا موضع لكن الموضع ده علشان نستلم فيه محتاج مؤنة. أنا متفق معاك إن أنا آخد البضاعة دي في الواحات. طب وإحنا متفقين في القاهرة، ده الواحات دي بعيدة والبضاعة دي بتيجي في الإسكندرية، طب من الإسكندرية الواحات دي مواصلة طويلة أوي. طب وما نحملها، مين اللي هيدفع مؤنتها؟ وتكاليف الشحن والحراسة أثناء الطريق وشغلانة موال كبير. يبقى لازم أتفق بقى. يبقى المؤنة على مين؟ وندفع المؤنة. واخد بالك؟ ويبقى منصوص عليها علشان ما يجيش يقول له انا ماليش دعوه، انا اتفقت الجبال هنا الجبال هنا، تتكلم زي ما تتكلم، ما ينفعش. لازم نكون متفقين على كل حاجه. والسادس ان يكون الثمن معلوما. طبعا لازم يكون الثمن معلوم بالقدر او بالرؤيه له. احنا بنتفق انا هدفع لك دلوقتي القيمه بتاعه البضاعه اللي انت هتجيبها، لازم القيمه دي تبقى عارفين قدرها. ولا اقول لك هديك اللي انت عايزه بس هات لي البضاعه، ما ينفعش. هديك اللي انت عايزه ده كلام على القهوه، ما ينفعش. ده ما يبقاش عقد، ده يبقى ما يبقى كلام منضبط. لازم اقول لك هدي لك كذا الف واحدد لك العمله. فلو قلنا كذا الف جنيه واحنا قاعدين في مصر وما حددناش جنيه جنس وجنسه ايه، وعاملين العقد في مصر باللغه العربيه في مدينه القاهره بيبقى جنيه مصر. حتى لو ما قلناش جنيه مصر قلنا جنيه وسكتنا. طب لو احنا عايزين جنيه استرليني لازم انص بقى اقول جنيه استرليني. طب احنا بنعمل العقد ده واحنا قاعدين في انجلترا في لندن، رجال اعمال بتسافر بقى وبتقعد في كل حته، وقلنا جنيه واحنا قاعدين في لندن وما نصيناش نوعه، يبقى استرليني. شفت بقى الفقيه يعرف يفكر ازاي؟ واضح الكلام؟ فلازم نحدد كمان جنس العمله. لو ما قلناش جنس العمله يبقى حسب العرف بالمكان المعقود في العقد. واضح الكلام؟ كل الحاجات دي ليه؟ علشان لما يحصل قضاء والقاضي يبتدي يفك النزاع يبقى عنده أسس يرجع ليها وإزاي يحل النزاع بين الناس. عشان كده لازم إيه؟ أن يكون الثمن معلوما بالقدر أو بالرؤية له. افرض إن أنا مش هدي لك أموال لكن هدي لك عين معينة، أقول لك شوف شايف الجوهرة دي؟ الجوهرة دي ثمنها 1,000,000 جنيه. قيمها كده، يقيمها يلاقي فعلا بمليون جنيه. اقول له انا هديك الجوهره دي لما تجيب لي 100,000 مثلا طن من النوع الفلاني من البضاعه الفلانيه. يبقى انا شافها هي، شاف الجوهره وعرف كم ايرات وعرف هي دي ايه ومتحرزه فين ومتشاله في اي حته وقبضها كمان.
يبقى يا اما اقول له القدر او اوري له القيمه اللي حدها له. واضح؟ ما تبقاش فيه جهاله، يعني المقصد ما يبقاش فيه جهاله من اي نوع. والسابع ان يتقابض، يحصل ايه؟ القبض بتاع الثمن في الحال، والا لو البضاعه مش موجوده والثمن مش موجود يبقى ببيع دين بدين، ونهى النبي عن بيع الكالئ بالكالئ، مش كده برضو؟ يبقى وقعت في النهي. لكن لازم يبقى ايه؟ يحصل تقابض المسلم إيه؟ الثمن، تقابض السلم، ثمن السلم يقبضه في المسلم فيه، يبقى المسلم فيه غير موجود لكن الثمن موجود. لكن لو الثمن كمان مش موجود بقى بيع دين في دين، بقى المسلم فيه دين في ذمة المسلم إليه، وبقى الثمن دين في ذمة المسلم. فهمت بقى ازاي؟ فكأن انا ببيع دين بدين، ببيع غير موجود بغير موجود. يعني شوف قد ايه الغرر يبقى موجود، وقد ايه الجهالة تبقى موجود. ونهى النبي عن بيع الغرر، مش النبي قال كده؟ من نهى عن بيع الغرر، كلمة عامة يخش فيها كل جنس بيع، يطلع ليوم القيامة وينظر فيه الفقيه يجد ان فيه غرر، يقول لك لا ده نهى عنه النبي. طب نهى عنه النبي ازاي وهو لسه طالع دلوقتي بعد 14 قرن ولا 15 قرن؟ لانه نهى عن بيع الغرر، ان ده فيه غرر. شفت بقى ايه خصوبة الفقه الاسلامي؟ انه يبقى صالح لكل زمان ولكل مكان. يبقى والسابع ان يتقابض، اي المسلم والمسلم اليه في مجلس العقد. يبقى هديله الثمن واخد منه صورة من العقد اللي فيه الشروط، عشان اما اجي استلم شرط بشرط. واضح؟ ادي معنى التقابض، هو ياخد الثمن وناخد العقد بالموصوف في الذمة. فهمت بقى التقابض؟ ادي اللي بيحصل. قبل التفرق، قبل التفرق من ايه؟ لان في خيار مجلس، طول ما احنا قاعدين يقول لك المصريين يقول لك ايه؟ بين البايع والشاري يفتح الله، يعني في خيار، في اختار انا ان انا امشي العقد او ما امشيهوش طول ما احنا قاعدين مع بعض. انما اتفقنا وخلاص ودينا ظهرنا لبعض ومشينا، تم العقد. يسموه خيار المجلس. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى ما لم يتفرقا، علشان طول ما هم قاعدين مع بعض لسه في خيار المجلس، في اي لحظه ممكن يقطعوا الاتفاق وياخد فلوسه وتنو ماشي. في اي لحظه، مش كده برضه؟ يبقى ما لم يتفرقا، فان تفرقا خلاص لازم العقد. فلو تفرقا قبل قبض راس المال بطل العقد طبعا، لانه كانه ايه؟ ما قبضش راس المال. يبقى هو هيجيب لك البضاعه على ايه اساس اذا كان ما قبضش حاجه؟ يبقى ان تفرقا قبل قبض المال راس المال بطل العقد، او بعد قبض بعضه. طب افرض اديته نص القيمه، 80% من القيمه، 40% من القدر الفلوس، هو ده اللي جاهز معايا. فان قبض بعض المبلغ يحصل ايه؟ وجهين عند الشافعي. فقهاء يجوا في المساله دي بقى يختلفوا، كل واحد يفكر بطريقه شكل. وجه يقول لك اه يصح فيما قبضه بالقدر الذي قبضه. يعني احنا متفقين تجيب لي 5 طن، واديتك ثمن 3 طن، وقلت لك هجيب لك الباقي، فيصح في الثلاثة طن بس، في اللي انت قبضته، ما يصحش في الخمسة. واضح؟ على اعتبار وجه تفريق الصفقة. في واحد تاني قال لك لا، فقيه تاني قال لك لا، احنا متفقين على 5 وقبض 3، يبقى ده عقد متناقض، ما يبطل كله، كله يبطل. فاهم؟ يبقى الفقهاء بعضهم قال لك نعمل تفريق الصفقة ويصح بالقدر المدفوع بس. فإن دفع نص القيمة يبقى ليه نص الايه المتفق عليه، دفع ثلاث ارباع القيمة ليه ثلاث ارباع المتفق عليه. واضح؟ فيما يصح تجزئته، لأن في أجزاء أشياء لا تصح تجزئته، فساعتها لا يصح قولا واحدا. أما ما يصح تجزئته فيبقى فيها الوجهان. طب هو قال كده في الكتاب؟ ما قالش، لكن أنا فهمت كده من كلامه. يبقى شفت إزاي هو يبني فيك الحس الفقهي، بحيث ان لما يدي لك صور جنب بعضها انت كمان تقدر تحط كمان صور زياده الى ما لا نهايه من تصورات تصرفات الناس في الاسواق، بحيث تعرف منها ما يصح وما لا يصح.
ادي ميزة بقى ايه القراءة ومدارسة الفقه في الكتب اللي فيها مثل هذه الفروع، بخلاف بقى الكتب اللي مكتوب فيها الفقه ايه قول واحد كذا 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 كذا، يقوم يطلع شيخ ضيق الافق ما عندوش فهم، يقوم يضيق على الناس، يقوم يحصل خلاف بين المسلمين، ده يتخانق مع ده وده يتخانق مع ده، وده اللي احنا شايفينه. لان الناتج من العلماء المتصدرين الان في امور كثيره تجد ان دراسته كانت من كتب صغيره ولم يقرأ حواشي كبيره على المشايخ، فانبنى عنده فقه ضيق الافق، فلما بقى تصدر للفتوى تصدر بضيق افق فضيق على الناس، فقلبه لا يتسع لخلاف غيره. فهمت بقى الفرق؟ مع ان احنا اجدادنا واجداد اجدادنا كانوا علماء برضه، لكن ما كانش بينهم الخلاف الكبير ده، مع ان كل واحد كان ليه مذهب شكل. ليه؟ لان اتربوا على الكتب الكبيره دي، فتربوا على سعه الافق وقبول الخلاف والمناقشات. فيقوم يبقى الشافعي قاعد مع الحنفي يقول اصل انتوا اجزتوها يا احناف عشان انتوا نظرتوا عليها من الجهه الفلانيه، لكن احنا بقى الشافعيه نظرنا عليها من الجهه الثانيه فقلنا لا تجوز، ويفضلوا حبايب ما يتخانقوش. لان ده عنده سعه افق، فاهم ان ده الفقيه هنا نظر من الجهه دي والتاني نظر من الجهه دي، وكل واحد حسب الجهه اللي بينظر اليها يقوم ينبني يختلف الحكم. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له للصحابه لا تصلين العصر الا في بني قريظه، الحديث المشهور بعد غزوه الاحزاب كان بني قريظه كانوا الكفار اتفقوا مع اليهود ان يدخلوا من ناحيته، وكادوا يتفقوا على هذا لولا ان ربنا بعت لهم ريح. الرسول بيقول نصرت بايه؟ بالصبا، وهي ريح جافه بارده حاره شديده. مش كده برضه؟ وغير الامم السابقه هلكت بالدبور. الصبا دي ربنا ارسلها على جيش الاحزاب. وجنودا لم تروها، ارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فانهزموا، تراجعوا. فبقى ايه على المسلمين؟ ان يروحوا بقى لليهود اللي كانوا هينقلوا العهد ويدخلوا الكفار من ناحيتهم يجلوهم. فراح الرسول ايه؟ قال للصحابه الحرب لسه ما انتهتش، وما افتكروا بقى ان الاحزاب مشي وكل واحد يروح بيته، قال لهم لا، لا تصلين العصر الا في بني قريظه. نروح بقى نخلص من اليهود دول اللي عاملين لنا مشكله وكانوا هيدخلوا الاعداء من جهتهم مع اننا متعاقدين معاهم على عقد هم نقضوه. كلام واضح، لا تصلين العصر اللي في بني قريظة. واحد فهم بص عليه من الجهة الحربية، وهو مقصود كلام النبي المصارعة إلى بني قريظة، فقال والله لا نصلي العصر في الطريق، لأن النبي قصد المصارعة ولم يقصد ضياع صلاة العصر، لأن جاء وجب عليهم العصر وكاد المغرب جدا عليهم، يعني ضيع وقت العصر على ما يوصل. فجم في النص بعض الفرقة قالوا ايه، لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاش اننا نصلي العصر الا في بني قريظة لمجرد اننا نصليه في المكان، لا ده نهانا حتى نسرع فنصل اليهم قبل الغروب، ولم يقصد تضييع العصر. التانيين قالوا لا والله نصلي في بني قريظة ولو وصلنا بعد العشاء. هو النبي قال صلوا العصر في بني قريظة، يبقى ناس نظروا للموضع وناس نظروا لايه؟ للتكتيك العسكري، وهو مقصد الكلام. يبقى ناس نظروا لحرفية الكلام وناس نظروا ايه لمقصود الكلام. فهم؟ طيب ولما حصل الخلاف الفقهي ده ايام النبي، فرقة قعدت صلت ومشيت وفرقة تانية مشيت وصلت بعد المغرب هناك، صلت العصر بعد المغرب هناك. طب النبي اقر الفرقتين، دول صح ودول صح. شفت بقى؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم عنف دول ولا عنف دول. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي يقر الخلاف الفقهي في عصره، في عصره. المذاهب ظهرت امتى؟ في عصر النبي، في حياه النبي ظهرت المذاهب. الناس متصوره ان المذاهب ظهرت متاخر، لا ده في عصر النبي كانت تظهر المذاهب. مش قال لسيدنا معاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله، فان لم تجد فبسنه الرسول، قال فان لم تجد فاجتهد برايي ولا قالوا، رايي يعني مذهبي ولا قالوا. يبقى المذاهب ظهرت من اول من النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس كيف تفكر، علم الصحابه كيف يفكروا. ادي الفكره، لان المذاهب ما هو الا فهم الفقيه لموقف معين طبقا لاصول الشرع الشريف وما وصل له من دليل. ادي هو ده المذهب.
فهنا علشان كده انت كل ما تقرا هنا تلاقي نفسك تقدر كمان تتصور فروع مش موجوده وتعرف تحلها كمان. هي دي الميزه. علشان كده كان زمان بعض مشايخنا كان لما نقرا في الكتاب ده يجيب لك فرع مش موجود الشيخ هو تصوره بس يطابق الكلام الموجود ويقول لك ايه حكمه، يقوم ايه اللي يجاوب يبقى معناه ان هو فاهم ما بين السطور، مش انه بيحفظ المسطور بس، لا ده بيحفظ المسطور ويفهم المستور. في مسطور بالطاء ومسطور بالتاء، المسطور بالتاء ده بفهم، والمسطور هو المكتوب، يبقى لازم تعرف المسطور وتفهم المستور. فهمت بقى؟ ادي طريقة تعليم الطلبة الفقه زمان في الازهر الشريف. الكلام ده من 100 سنة، من 200 سنة طلعوا علماء كبار، انما الوقت في الازهر الشريف لو اكتفيت باسلوب الازهر فقط وما جلستش مجالس على المشايخ تقرا في الكتب الكبيره هتطلع ضيق الافق، لا تتحمل الخلاف ولا تستطيع ان تواجه الحياه العصريه مع تطورات اختلاف الناس وتوليد العلوم، تلاقيه انقطع، محدش يعرف يولد علوم جديده ولا يطلع قواعد جديده ولا، خلاص ما بقاش في فكر خلاق، بقى خلاص فكر تقليدي. وده اسلوب التعليم في مصر قايم عليه من ايام اللورد كرومر، ان يطلع ناس مقلدين في كل مجال، في الطب وفي الهندسة وفي التجارة وفي كل حاجة، ما بيطلعش عقول خلاقة، نفضل طول عمرنا ماشيين ديول وراهم. فهمت؟ ادي المشكلة، ان احنا اصبحنا الوقت بنعلم الناس في كل فئة العلوم العلم اللي يطلع الانسان مقلد ولا يطلعه مبدع، يقدر يولد علم جديد ويضيف كلام جديد، بخلاف بقى اجدادنا كانوا بيتعلموا يبدعوا ليه؟ لانهم بيتعلموا بطريقه مختلفه، يوم يقدر يطلع علوم جديده ويولد علوم جديده وهكذا. ففهمت بقى ان لو دفع جزء من المسلم في جزء من ثمنه هل يصح العقد ولا لا يصح؟ فقيه ينظر الى عموم الحاجة فيقول له يا سيدي بدل ما نبطله خالص يصح فيما دفعه بالقدر الذي دفعه ونبطل الباقي، بسيطة عشان تخلي حياة الناس تمشي. يبقى واحد نظر للمصلحة والتاني نظر للاحتياط، فقال ان كده ممكن ينبني عليه نزاع بعد كده، يقول له احنا كنا اتفقنا على كذا ليه جايبني اقل، ويجي بعد كده يرفع عليه قضية، وبعدين ينشغل القاضي في قضايا فرعية كتيرة ونزاعات كتيرة ملهاش لازمة، ما احنا من بابه نقول له ما يصحش عشان بعد كده ما يجيليش بعد شهرين رفع قضية على اخوه. فهم؟ يبقى واحد تاني نظر لفض النزاع والتاني نظر لعموم حاجة السوق واحتياج الناس المتكرر، وده فقيه وده فقيه وده صح وده صح. شفت بقى ازاي المسائل ماشية ازاي؟ ويبقى ده يقول باطل والتاني يقول يصح، والاثنين مسلمين حلوين والاثنين يصلوا ورا بعض والاثنين مش مبتدعين ولا يروحوا النار والاثنين حلوين. الفهم ده ما بقاش موجود عند كثير من المسلمين هذا العصر. هو عنده الحق واحد بس، حاجة واحدة بس، هو الدين بتاعنا مع اللي قال يصح ولا لا يصح، هو الدين بتاعنا ابيض ولا اسود، فهمني بقى هو رمادي؟ في ناس يقولوا كده، يخيل الكلام ده على العوام لكن ما يخيلش على الفقيه. فهمت بقى ازاي؟ الفقيه بيتكلم في فروع، وانت بتجيب الكلام اللي بيتقال في الاصول تحطه على الفروع. الاصول هي توحيد يا كفر، يا لا اله الا الله يا اما كفر، انا معاك دي اصول، يقوم يجيب لك الاصول دي ويروح داخل بيها بباب السلم. ما ينفعش يا استاذ، باب السلم ده فروع، فما ينفعش تجيب لي الاصول قواعد الاصول تحطها لي في ابواب الفروع وبعدين تمشي، ما ينفعش. واضح؟ او بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقه والمعتبر القبض الحقيقي، فلو احال في قبض حقيقي وفي قبض حكمي. جالك بقى هيجي باب الحواله بعد كده هنشرحه بعدين، لكن هو جاب لك مثال هنا. فلو أحال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي. يبقى ليه؟ لأن ده أصله قبض حكمي مش قبض حقيقي.
في حاجة اسمها حوالة، يعني أنا مثلا سلفتك 10,000 جنيه، سلفتك 10,000 جنيه كويس، وبعدين أنا محتاج أشتري بضاعة ب10,000 جنيه، فأنا عندي ليا عندك في ذمتك 10,000، وأنا عايز أشتري بضاعة بال10,000 اللي هي فلوسي بس اللي هي عندك. يقوم يجي الراجل صاحب البضاعة اللي بعمل معاه العقد، أقول له يا سيدي أنت تجيب لي البضاعة الفلانية وتجيبها لي بعد شهر وقيمتها 10,000 جنيه بالأوصاف الفلانية وموضع التسليم كذا، وأحيلك بالثمن على فلان، بدل ما يدفع لنا ال10 واديها لك تاخدها منه على طول. فهم؟ يبقى اللي هيدفع ال10,000 جنيه ليا اسمه المحال عليه، وانا اسمي المحيل لاني احلته على فلان. فهمت بقى ازاي؟ قال لك ان ده لف كبيرة ويؤدي الى غرر شديد. وبعدين احنا اصلا عقد السلم اصلا عقد ضعيف ما يتحملش مثل هذا الغرر، فبلاش ابعد عنها. اما تقبض من فلوسك ابقى اشتري منه، انما لسه تحيله ما هو لازم يقبض في المجلس. فهمت؟ قال لك حتى لو قبضها في المجلس ما ينفعش. طب امال نحل المشكله ازاي؟ اصل ممكن يقبضها في المجلس وبعدين يتصل بيا بالتليفون بكره يقول لي على فكره اما روحت وعديتهم لقيتهم مش مظبوطين. طب هيبقى مسؤولية مين؟ ما انت اللي قبضت منه وانا ما عدتش، هيبقى نزاع بقى. لكن لما تقبضهم مني من غير واسطة، فانا اعددهم وانت تعدهم قدامي، استلمت مظبوط كله تمام خلاص، ما يجيش بعد يومين يقول لي لا انا استلمت ناقص. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده كل الحاجات دي كلها بيحاول الفقيه يمنع الخلاف. والثامن والاخير ان يكون عقد السلم ناجز، ناجزا لم يدخله خيار الشرط. ما ينفعش بقى اتفق معاك على عقد سلم وتستورد لي بضاعة من اخر الدنيا وتتعب وتدفع رسوم وتعمل اجراءات ورق واستيراد وتصدير وموال كبير، وبعدين اقول لك في العقد بشرط لو شفتها وما عجبتنيش ساعتها مش هاخدها. ما ينفعش، ده انا جايبها لك من اخر الدنيا، من هشيلها فين؟ هبلعها؟ ده بقت مرمية خلاص كذا طن، هوديهم فين دول؟ ده انا جايبهم عشانك. فما ينفعش فيه خيار الشرط اللي هو يسموه ايه؟ يعني يشرط عليه انه يبقى العقد ناجز او غير ناجز حسب بقى الظروف. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، لانه قلنا عقد السلم عقد فيه نوع ضعف وخيار الشرط يضعفه ايضا، فيجي ضعف على ضعف يموته خالص يقوم يبطله. فهمت بقى؟ انما لما بتبقى بضاعة حاضرة وكلنا قاعدين مع بعض وشايفينها، خيار الشرط ما يبطلهاش لانها عقد قوي يتحمل مثل ما يضعفه. هو ما اقدر ارد بالعيب واقدر ارد مش عارف ايه، وعندي خيار العيب وخيار الرؤية وخيار وهكذا الخيارات المختلفة، لان العقود البيوع العادية عقود قوية، انما عقد السلم عقد ضعيف. أن يكون عقد السلم ناجزا لم يدخله خيار الشرط بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله. يدخل له خيار المجلس طول ما احنا قاعدين، ننفذ العقد ولا ما ننفذوش، طول ما احنا قاعدين خلاص ما يجراش حاجه، لان لسه ما حدش راح يعمل اي اجراءات، فمش هنخسر حاجه. طول ما احنا قاعدين بنشرب الشاي مع بعض ممكن ننجز العقد او ما ننجزوش. انما ما ينفعش بعد ما نعمل كل حاجه ونكتب المواصفات وتقبض وبعد كده اقول له بس بشرط على فكره لو جبته لي بعد شهرين زي ما اتفقنا ولقيت السعر انخفض مش هستلمه. ما ينفعش الكلام. طب هو ضامن السعر ينخفض ولا ما ينخفضش؟ ما ينفعش. يبقى ساعتها يقول له ايه؟ يفتح الله، يمسك العقد يقطعه ويديله فلوس، يقول له السلام عليكم. فهمت بقى المسألة؟ ادي الفكرة. نقرا بقى كلام الشيخ ابراهيم البيجوري. قول والرابع ان يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق في الغالب، اي يغلب على الظن وجوده وقت استحقاقه، في وقت استحقاق قبضه في محل الوجوب، ولو بالنقل إليه من بلد آخر إن اعتيد نقله منه إليه للبيع ونحو من المعاملات غالبا، وإن بعدت المسافة للقدرة عليه، وإلا فلا يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت الحلول لم ينفسخ، وتخير المسلم بين الفسخ والصبر. يعني احنا اتفقنا على بضاعة غالبا بتبقى موجودة في الوقت ده،
لكن جاء ظروف طارئة غصب عني وعنك، لما جاء وقت التسليم قامت حرب فانقطعت الطرق وما بقاش في طيران ولا بحرية وما جاتش البضاعة في المواني. يبقى هنا المسلم مخير انه يستمر في العقد او ينفسخ او يصبر، فهمت؟ لان كده غصب عنه بقى. وتخير المسلم بين الفسخ والصبر حتى يوجد دفعا للضرر، ولو علم قبل المحل انقطاع عنده فلا خيار الآن له لأنه لم يدخل وقت حلوله، وقت وجوب التسليم. كل دي صور بيديها لك. طب افرض ان احنا بعد ما اتفقنا على العقد ده وقلت لك جيب لي البضاعة دي من العراق وهنستلمها بعد 6 أشهر وهي متوفرة في العراق وانت راجل اصلا تجارتك كتيرة ومجربة، كم بعد ما عملنا العقد بشهرين بصيت لقيت الامريكان عايزين يهاجموا العراق وعايزين يمنعوا الطيران ويمنعوا المواصلات ويحصروها. بعد شهرين من العقد اللي احنا عملناه اتضح لي ان بعد ال4 شهور او ال5 شهور اللي احنا هنستلم البضاعة هتكون قامت حرب في البلد اللي هو هيجيب لي منها. يبقى معناه ان انا مش، هل ممكن بمجرد ان انا توقعت كده ان انا افسخ العقد ولسه ما جاش وقت التسليم؟ قال لك لا، ما ينفعش تفسخ العقد لمجرد توقع لانه لم يأتي محل التسليم وقت التسليم بعد. لما يأتي وقت التسليم يحلها حلال، انما مش مجرد التوقع تقوم تيجي تقول لي لا. فهمت بقى المسألة؟ ده الصورة دي تانية، صورة تانية. كل الصور دي ليه؟ علشان تفهم ايه ازاي الفقيه بيفكر. قوله اي استحقاق تسليم المسلم فيه، اي تسليم المسلم اليه، المسلم فيه للمسلم. خد بالك طريقة القراية مهمة. اي تسليم المسلم اليه، المسلم فيه للمسلم. المسلم اليه اللي هو اللي هيجيب لك البضاعة، والمسلم فيه اللي هي البضاعة اللي انت عايزها، والمسلم اللي انت دفعت الفلوس عشان تاخد البضاعة، وذلك عند وقت العقد في الحال، وقت الحلول في المؤجل، ووقت الحلول في المؤجل. قوله فلو أسلم، يعني احنا عندنا عقد السلم يجوز يتم ويكون ايه حال، يعني يكون البضاعة يجيبها لي على ما نكتب العقد، يبقى على ما نكتب العقد وياخد الفلوس تبقى البضاعة حضرت. الشافعية يجيزوها. قال لك لأنه إذا جاز في المآل فجوازه في الحال من باب أولى. الأحناف يقول لك لا، ما ينفع، ده مش عقد سلم، ما تعملوه عقد بيع، ده هو تلاعب بالألفاظ، ما تخليه عقد بيع يا أخي وريحنا. يبقى القاضي الحنفي يسميه عقد بيع، القاضي الشافعي يقول لك لا، ما هو ينفع برضه خليه سلم وكل حاجة زي ما العقد وجاه. طب وليه تخليه سلم؟ ما هو البضاعة استلمها وهو في المجلس، ليه تخليه سلم؟ ده السلم أصلا في الذمة. قال لك ما هو إذا صح بيع الموصوف في الذمة فيكون في الحال من باب أولى، لأن الغرر في الحاضر أخف من الحرق الغرر في مش حاضر. فهمت بقى ان ده فقيه فهمه يوصله انه يصحح العقد، وفقيه تاني فهمه يوصله انه يبطل العقد ويغير صيغته. فهمت بقى الطريقة؟ وقوله فلو اسلم فيما لا يوجد عند المحل، اي في الغالب، اخذا من كلام المتن فيصدق بان لا يوجد اصلا او يوجد نادرا. وقوله كرطب في الشتاء يصح أن يكون مثالا لهما. إيه لهما دي؟ تعود على إيه؟ لهما فيما لا يوجد أصلا أو يوجد نادرا. أدي لهم، ما عندي صورتين، إننا نتفق على حاجة وقتها لا توجد أصلا أو توجد نادرا. فكرطب في الشتاء المثال ده ينفع للحالتين، للصورتين، صورة أنه يوجد نادرا أو لا يوجد أصلا. واضح؟ فلو ظن حصوله عند الوجوب بمشقة عظيمة
كقدر كثير من الباكورة وهي أول الفاكهة لم يصح. يعني لو عندي ظن انه ممكن يوفر لي البضاعه في الوقت ده لكن بمشقه شديده زي ايه بواكير الثمر، وطالب منه كذا طن وهي لسه الثمر في شهر معين وتكون بواكيره، يعني هيحصل كذا طن ازاي وهو دي البواكير لسه يا دوب مقطوع واغلبه على الشجر؟ فهمتني ازاي؟ ففي الحاله دي بقى ايه، لم يصح. لم يصح ليه؟ للعجز عن التسليم، لان انا كده بتفق معه في حقد وجواه ما يعجزه عن انه يسلمهوني، معناه ان انا بتلكك له، ان انا بلبسه تهمه، يعني اديله فلوس وهو عاجز عن تسليم قدرها. فهمتني ازاي؟ يبقى انا كده بخليه يوصل لمرحله انه يبقى كانه حرامي، خد مني فلوسي على الفاضي. فيقول لك ما يصحش. كما هو الأقرب إلى كلامه. وكذا لو أسلم مسلم إلى كافر في عبد مسلم، وإن كان قد يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في صور، لأن ذلك نادر، فلا يصح صورة النادر تاني، إن أسلم مسلم في كافر، أسلم مسلم إلى كافر في عبد مسلم. إحنا عارفين إن الكافر ما ينفعش يتملك المسلم، أيام كان في أسواق رقيق مش كده برضو، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فما ينفعش يجي تاجر رقيق مسيحي يشتري عبد مسلم، ما ينفعش. ليه؟ لأنه لا يتملك الكافر المسلم، لأنه ممكن يفتنه في دينه بسلطته عليه بتملكه. واضح؟ فهل ينفع أروح للتاجر المسيحي ده وهو تاجر رقيق أديله فلوس عشان يجيب لي عبد مسلم بعد شهر بمواصفات؟ قال لك ما ينفعش، لأنه أصلا هو لا يصح أن يتملكه عشان يجيبه لي أصلا. فهمت؟ فلا يصح. بيقول فلا يصح. وكذا يعني لا يصح لو أسلم مسلم إلى كافر في عبد مسلم، يبقى الكافر هنا مسلم إليه، والعبد المسلم مسلم فيه، والمسلم هو المسلم للثمن. واضح؟ يبقى أحيانا يقول لك مسلم يقصد الديانة، وأحيانا مسلم يقصد إيه؟ دفع الثمن. فهمتني بقى إزاي؟ وإن كان قد يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في صور، لكن بعض الصور النادرة ممكن المسلم يدخل في ملك الكافر. في بعض الصور النادرة حطوها في كتب كتيرة، من أمثلتها إنه كان يملكه وهو مسلم ثم ارتد فصار كافر، واخد بالك؟ لكن حين تملكه كان مسلم. يعني في صور كتيرة بعض الفقهاء تصوروها ان امتى يبقى العبد المسلم في ملك الكافر، تصوروا. طب اذا كانت في صور متصورة، فهل ينفع يبقى ان يسلم مسلم في عبد مسلم الى كافر، بالرغم ان في صور ان الكافر ممكن يتملك المسلم؟ قال لك لا يصح، لان دي صور نادرة، والنادر لا حكم له، كأن انا بتفق معه على بضاعة نادرة. فهمت بقى ازاي؟ شفت الفقيه بيفكر ازاي؟ فلا يصح. وإن كان عنده، ما يبقاش عقد سلم ولو كان عنده في اللحظة دي، مع إنه نادر. وإن كان عنده ما يبقاش عقد، ما لو عنده يبقى هنعمله عقد بيع، ما يخلوش سلم. واضح؟ وكان السلم حالا خلافا لما قاله الخطيب. الخطيب الشربيني قال لا، لو كان عنده العبد المسلم يصح في السلم، خلاص بقى ما هو محصله. احنا قلنا لا يصح عشان نادر الحصول عليه، لكن ده واقع اهو قدامي معاه، يبقى يصح السلم. التانيين قالك لا ما يصحش السلم برضه. طب انا عايز اخده واشتريه، اعمل ايه؟ اشتريه بيع، ما تشتريش عقد سلم. خطيب الشربيني قالك لا، ممكن يبقى عقد سلم لانه حال موجود، انت دلوقتي ابطلته علشان ده نادر، بس في الحالة دي في الصورة دي كان موجود، يبقى ليه نبطله؟ يبقى الخطيب نظر ليه من جهة، والتاني نظر ليه قال له لا، ما ينفعش ان انا اتفق على شيء نادر الوجود حتى ولو موجود ويكون عقد سلم، لكن الموجود وهو نادر الوجود يبقى عقد بيع، ما خلوش سلم، لان عقد السلم اصلا عقد ضعيف، ما يتحملش العقد عن نادر، لان النادر ضعيف احتمال الحصول عليه، مش كده برضه؟ والسلم عقد ضعيف، فما ينفعش احط ضعيف جنب ضعيف. فهمت بقى طريقه تفكير الفقيه اللي قال لك ما يصحش؟ والخطيب الشربيني قال يا سيدي احنا هنصححه في الصورة دي مش مطلقا لانه موجود،
فاهم؟ فده تلاقيه صح وده صح والاتنين شافعيين. في فرع واحد يختلفوا ما يجراش حاجه ويفضلوا حبايب برضه. ولا يطلع يقول ده مبتدع وضل ومشرك ومبتدع وفي النار زي ما بيعملوا دلوقتي. ما يقولش كده خالص. لان فاهمين ازاي البني ادم بيفكر. والاسلام اكتر دين حس اتباعه لانهم يفكروا. مش دين جامد يمنع الناس من التفكير، لا، تفكر وتقول رايك لكن تحترم راي الاخر. بس ادي كل الحكايه. قوله لم يصح اي لان المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه. القاعده اهو، لو احنا تعاقدنا على شيء نادر الوجود في وقت يندر وجوده، يعني معناها هتعجز عن تسليمه. والبيع، بيع المعجوز عن تسليمه غير جائز. فاذا كان البيع المعجوز عن تسليمه غير جائز والسلم اضعف من البيع، يبقى في السلم من باب اولى. يعني دخل على قاعدة تانية في البيوع، انك لا يصح ان تبيع ما تعجز عن تسليمه. يعني اقول لك ايه، تشتري الكف ده، كفي كفي ايدي، تشتريه؟ ينفع الكلام ده؟ هسلمه لك ازاي واروح ازاي انا؟ ما انا لو قطعته حرام ان انا اقطعه بلا حق، لان ربنا حرم المثل والتعزير، مش كده برضه؟ ولو قطعته واديته لك هينتن عندك، مش هتستفيد بيه لانه فقد الحركه. ولو روحت يبقى مش البضاعه اللي انت دفعت ثمنها مش موجوده، يبقى ده معجوز عن تسليمه، يبقى لا يصح بيعه. كل ما يعجز عن تسليمه لا يصح بيعه. فهمتني ازاي؟ فاذا كان شيء يعجز عن تسليمه لا يصح بيعه، ينفع ان انا في عقد السلم اللي هو اصلا ضعيف اتفق معاك على شيء يعجز على تسليمه؟ يبقى من باب اول. شفت بقى القاعده اللي هو دخلها، ففهم منها الحكم. لان هذه قاعده ممكن تعمل مثلا كل ما يقابلك قاعده من القواعد في كتاب البيجوري تروح حاطط تحتها خط بلون معين، تيجي بعد مثلا ما تخلص الكتاب كله تلاقي كل اللون ده قواعد، تطلع القواعد الفقهيه المستخرجه من حاشيه البيجوري، تعملها رساله دكتوراه، هي دي تحطها قاعده من القواعد اللي هو بيقننها ويحطها لك، وهي مستقره في عقول الفقهاء في وسط الشرح. لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه، ما قالش القاعدة دي ساعة باب البيع، قالها هنا. فهي دي قاعدة فقهية مهمة. لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه من باب أولى. هو قال من باب أولى؟ لا، لكن تفهمها على طول. فإن قيل هذا لا يختص بالسلم بل يعم كل بيع كما علم مما تقرر، مع ان كلامه في الشروط الخاصه بالسلم اجيب بان المقصود بيان محل القدره، فتاره تكون عند العقد لكونه حالا زي في البيع، وتكون عند الحلول لكونه مؤجلا زي في السلم، بخلاف غيره من البيوع فانها لا تكون الا مقترنه بالعقد. واضح؟ والخامس ان يذكر موضع قبضه، نتفق المكان اللي هنقبضه فين؟ يقول لي ان شاء الله هديهولك بإذن الله في مصر. إيه مصر دي؟ ده مصر دي من أسوان لإسكندرية اسمها مصر. وحتى لو مصر يقصد بها القاهرة، القاهرة أي حي وأي مكان، القاهرة دي يعني بقت دولة لوحدها. يبقى لازم نحدد الموضع. طب افرض قال لي في الكفر الفلاني، خلاص يجوز لأن دي بلد ضيقة. سهل أحصر. إنما ما يقول لي في بلد واسعة وما يحددليش موضع ما ينفعش. اما تبقى مدينه متسعه ما ينفعش، يحدد لي لازم العنوان بالضبط في المدينه المتسعه. واسم المدينه لو صغرت، لو كانت قريه صغيره، واخد بقى، كفر صغير، حي صغير، ممكن. يقول لي يا سيدي احنا نستلمه ان شاء الله في حي الازهر. واحنا عارفين ان حي الازهر تسليم البضائع بيتم في اماكن محدده. من خلال اسواق محدده، تمشي، لانه برضه حصرها له، محصوره. ده ما يقوليش في القاهرة، قاهرة ايه؟ ده بقى في القاهرة الجديدة والقاهرة القديمة والقاهرة الملوثة والقاهرة مش عارف ايه، في قاهرات كتيرة. يبقى أن يذكر موضع قبضه كأن يكون يقول تسلمه لي في بلد كذا، إلا أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة، ما ينفعش يعني ما تبقى كبيرة، ويكفي إحضاره في أولها. لما انتفع على بلد صغيرة
يقول لي هسلمه لك مثلا في سقارة، سقارة دي اللي هي مدينة منف، منف المشهورة المكتوبة في التاريخ اسمها سقارة دلوقتي، و100 رهين، بلد صغيرة محدودة، حتى العائلات عارفين بعض، كل واحد ماشي في الشارع عارف ده فلان ابن فلان وبيته فلان وساكن فين. فيبقى طب سقارة دي مساحتها مثلا 3 كيلو، طول البلد 3 كيلو، يبقى يكفي يجيبها لي عند أول البلد، مش شرط في وسط البلد، لأن دي بلد صغيرة. واضح؟ أدي معنى إيه؟ ويكفي إحضاره في أولها، يعني في أول البلد، يقول لي أنا أهي داخل أهو المدينة الصغيرة، تعال استلمها، يعني على الحدود ينفع، لأنها مدينة صغيرة. ولا يكلف إحضاره إلى منزله. والفرق بين قولي في بلد كذا حيث يجوز، البلد الصغيرة يعني، وقوله في شهر كذا حيث لا يجوز، احنا قايلين ما يقولش في شهر كذا، لازم يقول في يوم كذا، لكن ما يقولش الشهر، لان الشهر 30 يوم، في اي وقت في ال30. طب اشمعنى احنا اجزنا في البلد الصغيره ان ما حددش الموضع في البلد الصغيره، وفي الشهر قلنا لا يجوز اقول في شهر كذا، لازم احدد اليوم. ايه الفرق بين الزمن والموضع؟ الفقيه عايز يفهمك ليه هنا في الزمن فكر بطريقه وفي الموضع فكر بطريقه. ولا يجوز اختلاف بيقول لك ايه، وقوله في شهر كذا حيث لا يجوز اختلاف الغرض في الزمان دون المكان، لان الغرض في الزمان يختلف عنه في المكان. انا متفق معاك انك تجيب لي البطاطين 1000 بطانية مع بداية شهر نوفمبر اللي هو الوقت اللي الناس بتشتري فيه البطاطين عشان الدنيا هتبتدي تبقى برد، تروح انت جايبها لي في اخر شهر 11. طب ما الناس في اول 11 اشترت خلاص، في خلال اسبوع اتنين خلاص الناس اكتفت وخدت البطاطين، تجيب لي انت البضاعه في اخر شهر 11، هتقعد معايا تعبت للسنه اللي بعدها الناس مش اشترت. فيختلف احتياج الناس بالزمن، باختلاف الزمن، بخلاف الموضع ما يختلفش، بالذات لما تبقى الحكايه قريبه يعني في بلده صغيره. فهمت بقى؟ لا بيختلف الغرض باختلاف الزمان، ولا يختلف الغرض باختلاف المكان الضيق. فالاختلاف الغرض يبقى نظر لاختلاف الغرض، فالغرض يختلف باختلاف الزمان ولا يختلف باختلاف المكان، بالذات لو كانت قرية صغيرة. فأجاز انك انت تتفق على قرية صغيرة دون تحديد الموضع، ولا تتفق على شهر دون تحديد اليوم. واضح؟ ولو قال في اي البلاد شئت فسد، يقول لك جيبه لي في اي بلد اللي انت عايزه، ما ينفعش، يعني اي بلد اللي انت، ما ينفعش لعدم التعيين. او في اي مكان شئت من بلد كذا، لو قال له في اي مكان تجيبه لي في القاهره برضه ما ينفعش، لكن لما اقول له في اي مكان تجيبه لي في كفر بني فلان، وكفر بني فلان دي عباره عن 3 فدادين، ما يجراش حاجه، حكايه محصوره. لما اقول له في اي مكان شئت في القاهره، يعني ايه في القاهره؟ أي ما ينفعش. فان اتسع لم يجوز والا جاز، يعني لو ضاق المكان جاز، واذا اتسع المكان لا يجوز. فلو عين مكانا فخرب وخرج عن صلاحيه التسليم، افرض ان احنا اتفقنا على مكان في القاهره هتجيبه لي في سوق العبور بعد 6 اشهر اليوم الفلاني، أم قبل ميعاد التسليم حصل مس كهرباء وحريقة في سوق العبور وقفلوا السوق وقال لك هننقل سوق العبور لسوق رود الفرج. ده غصب عنه بقى، المكان اتخرب هيعمل إيه؟ فهمت؟ آدي الصورة أهو. فلو عين مكانا فخرب وخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب موضع صالح له على الأقيس في الروضة. فقال لك يبقى أقرب موضع صالح ينتقل إليه على طول. فهم؟ واضح؟ أي وإن كان الموضع لا يصلح له، كأن عقد في وسط اللجة أو في البادية، سواء كان استلم حالا أو مؤجلا، وعلى كل لحمله مؤنة أم لا، فهذه 4 صور. وإن كان الموضع لا يصلح اللي اتفقوا فيه عليه، كأننا اتفقنا وإحنا راكبين الباخرة في وسط البحر، ادي معنى في وسط اللجة يعني في وسط البحر،
او في الباديه او ماشيين في الصحراء رحله صحراويه وقاعدين متفقين، ما ينفعش برضه. سواء كان استلم حالا او مؤجلا، وعلى كل على كل ايه الموضع الذي لا يصلح له. يبقى السلم ممكن يبقى حل او مؤجل، وممكن يبقى البضاعه محتاجه نقلها لهذا المكان مؤنة او عدم مؤنة. يعني اربع صور، واضح؟ اربع احتمالات، فهذه اربع صور. وقوله او صلح له، او الموضع ده يصلح فعلا اتفقنا فيه، ولكن لحمله الى موضع التسليم مؤنة، يحتاج مؤنة، اي لحمله من الموضع الذي يوجد فيه عادة الى موضع التسليم مؤنة، يعني تكاليف، مصاريف، مصاريف شحن وحمل ونقل وغيره، بشرط ان يكون السلم مؤجلا. فهذه صورة تضم للاربع السابقة، فالمجموع يبقوا خمسة، يجب فيها البيان في الخمسة دول. فان كان الموضع يصلح للتسليم وليس لحمله مؤنة، سواء كان السلم حالا او مؤجلا، في كتب الشافعية يحط لك المثال حالا او مؤجلا، في صور الكتب الحنفية ما يحط لكش السلم الحال لانه عندهم لا يجوز، يكتب لك المؤجل. ادي الفرق بين كتب المذاهب بعضها مع بعض. او يصلح له ولحمله مؤنة في الحال، لم يجب ذكر الموضع بل يحمل على موضع العقد في هذه الثلاثة للعرف، كويس؟ والمراد تلك المحلة لا شخص المحل الذي وقع فيه العقد، فلو عين غيره تعين. والحاصل ان الصور ثمانية، خمسة يجب فيها البيان، بيان يعني الموضع، وهي ان يكون الموضع لا يصلح للتسليم حالا، حالا كان السلم او مؤجلا، حالا كان السلم او مؤجلا، وعلى كل منهما اما لحمله مؤنة او لا، او يصلح له ولحمله مؤنة في المؤجل. وثلاثة لا يجب فيها البيان، وهي ان يكون الموضع يصلح للتسليم وليس لحمله مؤنة حالا كان السلم او مؤجلا، او لحمله مؤنة في الحال ولو احضر المسلم اليه المسلم فيه في محل التسليم فامتنع المسلم من قبوله لم يجبر على القبول ان كان امتناعه لغرض صحيح بان كان السلم مؤجلا وكان يحضر له قبل الحلول. اتفقنا على المكان وعلى طريقة التسليم وجبتهولي في نفس المكان، لكن الموعد ما جاش، جبتهولي قبل الميعاد، انا مش مستعد، المخازن عندي مشغولة، انا كنت هفضي المخازن بتاعتي في الميعاد، انت جبتهولي ليه قبل الميعاد؟ ما يقدرش القاضي هنا يجبر المسلم على استلام البضاعة ليه ما جاش الميعاد، فهم؟ بالرغم انه جابه في المكان المتفقين عليه وكل، بس جابه قبل الموعد. فهمتني بقى ازاي؟ لا يجبر، لا يجبر يعني بقول القاضي. لكن افرض ان انا عندي المكان قدرا كده الحمد لله وما فيش نزاع، خلاص اقول له الحمد لله انك جبته يعني بدري شويه ما يجراش حاجه، هاته، يبقى ما فيش نزاع. لكن حصل نزاع ورحنا للقاضي، القاضي ما يجبركش على الاستلام طالما الموعد لسه ما جاش، واضح؟ يبقى الجبر يكون من القاضي بحكم القضاء، فهمتني ازاي؟ مش بالحكم العرفي، يعني عند النزاع بس. فلو احضر المسلم اليه المسلم فيه في محل التسليم فامتنع المسلم من قبوله لم يجبر على القبول ان كان امتناعه لغرض صحيح. زي ايه الغرض الصحيح؟ ان كان السلم مؤجلا وكان احضاره له قبل الحلول قبل الموعد، وكان حيوانا يحتاج لمؤنة لها وقع، او كان مثلا انا اتفقت معاه يجيب لي جاموسة مواصفاتها كذا كذا في شهر ذو القعدة، تجيبها لي يوم عيد النحر الصبح، كويس؟ راح جايبها لي اول ذو الحجة وانا قاعد في مدينة ساكن في شقة في عمارة، احط الجاموسة فين؟ احط انا الجاموسة فين التسعة ايام دي؟ اشيلها على كتفي؟ ده الجيران هتتخانق معايا. احطها في الشارع؟ ما ينفعش، الشارع اصلا محطوط فيه سوبر ماركت وبوتيكات وحاجات كده في المدينة، ما ينفعش، اشيله فين يعني؟ احنا متفقين تجيبها لي يوم النحر الصبح عشان هتيجي اتفق مع الجزار يتبعها على طول، انما تجيبها لي تقول لي اصل انا خفت لحسن يوم العيد تبقى المواصلات زحمه او ما فيش حد. طب وبعدين؟ ما ينفعش انا استلمها، ما عنديش مكان، واكله فين؟ ده انا ما عنديش برسيم هنا في المنطقه دي اصلا، هاكله منين؟ وبعدين انا بروح شغلي من الصبح باجي بالليل، طب مين اللي هيسقيه ويراعيته للنهار؟ انت كده احرجتني،
فهمتني بقى ازاي؟ فممكن يبقى فيها مشكلة، لان ما يجيبوا لك قبل موعده يبقى في اشكال كبير. وكان حيوانا يحتاج لمؤنة لها وقع، يعني لها وقع يعني ايه؟ يعني مجهدة مكلفة، اما مجهدة نفسيا وقتيا او مكلفة ماليا، او محتاجة لمكان مخصوص يتأجر ويدفع له فلوس، او كان مما يحتاج الى مكان له اجرة كالحنطة الكثيرة، فان لم يكن لغرض صحيح. طب افرض انه احنا متفقين تجيب لي الجاموسة دي، وانا اصلا ساكن في الارياف في الريف، وعندي اصلا الزريبة فيها الحيوانات، يعني الحكاية مكان معد يعني، وانت جبتها لي قبلها بثلاث اربع ايام بعشر ايام، فخلاص استلمها لان المكان معد ومفيش اي مشكلة عندي، يبقى تعنت مني لما مرضاش استلم. فهمتني بقى؟ يبقى الصورة تختلف. او كان مما يحتاج الى خلاص، فان اصر فان لم يكن لغرض صحيح اجبر على القبول، لان عدم قبوله تعنت، فان اصر على عدم القبول اخذه الحاكم عنده. طب افرض بقى راح للقاضي واشتكى، وانا جبته وكلفته ونقلته وانا مش هقدر ارجعه تاني، والراجل مش عايز يستلمه وهو عنده مكان معد ومفيش اي كلفة عليه، يقوم القاضي يحكم على طول في الحكم المستعجل يجبره، فاستمر قال له لا مش هستلمه بقى، يقوم القاضي يعمل ايه؟ يشيله عنده في الحجز، يبقى في مكان تبع الحكومة تتشال فيها الحاجات المتنازع عليها، كويس، لحد ما يجي الموعد يسلمه له. واضح؟ اخذه الحاكم عنده كما لو كان غائبا. عندك مثلا وزارة الزراعة دي تبع الحكومة، عندها مثلا مزارع ماشية، يقوم ايه القاضي يأمر مزارع المشاية اللي تبع الحكومة لانه تبع الحكومة، خدوا الحيوان ده شيلوه عندكم واكلوه وعلفوه وشوفوا تكاليف علفه قد ايه لحين ما يجي الموعد ده، ونشوف كان العقد بيقول المؤنة للموعد ده على المسلم اليه ولا المسلم ولا المسلم، ونبقى نجيب لكم التكلفة. فهمت؟ تبقى سهلة، المهم يحل النزاع، والحيوان يلاقي له حته ينام فيها، يعني هينام في الشارع يلاقي له حته يتاوى. فهمت؟ كما لو كان غائبا، يبقى اخذه الحاكم عنده كما لو كان غائبا، وان كان السلم حالا او كان احضاره بعد الحلول في محل التسليم، فان احضره لغرض غير البراءه، الصور دي كلها، او كان احضاره بعد الحلول في محل التسليم. هنا الصورة التانية جابوا لك بعد الميعاد، احنا متفقين تجيبوا لي يوم عيد الاضحى، جبتوا لي بعد ما العيد خلص بست سبع ايام، يعني ما اعرفش اذبحه بقى اضحية، جابوا لي متأخر وجابوا لي في المكان اللي احنا متفقين فيه كل حاجة، بس جابوا لي بعد حلول الموعد. يبقى الصورة الاولانية قبل حلول الموعد في المكان المتفق عليه، هنا بعد حلول الموعد في المكان المتفق عليه. فإن أحضره لغرض غير البراءة كفك رهن أو ضمان أجبر على القبول فقط، أو لغرضها أجبر على القبول أو الإبراء. افرض إن أنا كنت واخد منه رهن الحين ما يجيب لي البضاعة دي، فالراجل اتأخر فجابوا لي بعد العيد عشان يفك الرهنية، يبقى جايبه الغرض صحيح عايز يفك رهنية الحاجة، يبقى هنا يجبر على استلامي، علشان هنا غرض صحيح اننا نبرئ الراجل ونفك الرهن. واضح؟ او ان هو عايز يبرئ ذمته، براءة الذمة في حد ذاتها غرض صحيح. واضح؟ اجبر على القبول او الابراء، يا اما يجبره القاضي يقول له قدامك اختيارين، يا اما تقبلها يا اما تقول له يا عم برأت ذمتك، لا انا عايز الثمن ولا عايز المسلم فيه، خده هديه مني ليك تبرأ ذمته. فهمت ازاي؟ تتسامحه. طب مش عايز اتسامح، خلاص استلم البضاعه دي. لا لا عايز استلم البضاعه ولا عايز اتصالح، يبقى انت بقى عايز شكل، يقوم يجبره. واضح؟ ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه في غير محل التسليم،
لو ظفر المسلم بالمسلم إليه في غير محل التسليم وطلبه بالمسلم فيه وكان لنقله من محل التسليم إلى مكان الظفر مؤنة ومثلها ارتفاع السعر ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء ولا يطالبه بقيمته. الصورة دي صورة جديدة، احنا متفقين هتجيب لي الحيوان ده يوم عيد الفطر في بيتي في المقطم، واحنا الاثنين اتقابلنا مرة قبل عيد الفطر بثلاث اربع ايام في سوق المواشي في امبابة، كويس؟ فانا قابلته قلت له والله كويس ما تجيب لي بقى البضاعة، ادي احنا موجودين اهو يلا، يبقى اتقابلنا قبل الموعد في غير موضع التسليم. فهمت الصورة دي بقى؟ المسلم قابل المسلم اليه قبل الموعد في غير موضع التسليم. طيب ما انا لو خدته من سوق امبابة هيحتاج ان انا احطه في السيارة والسيارة دي تنقله عندي ويقعد يومين ثلاثة اكله، يبقى في مؤنة، مؤنة نقل ومؤنة تكليف، على مين؟ على مين بقى؟ علي انا ولا على التاني؟ فهمت بقى؟ النزاع يجي فين؟ النزاع هيجي في مؤنة النقل ومؤنة تكلفة الايه؟ المعيشة لحد ما يجي موضع مكان يعني وقت التسليم. لم يلزمه الأداء ولا يطالبه بقيمته، يبقى المسلم إليه في الحالة دي ما يلزموش إنه يديني البضاعة اللي أنا اتفقت عليها في سوق إمباب، مش ملزم لأنه لا ده المكان اللي اتفقنا عليه ولا الموعد جه، كويس؟ ولا يطالبه بقيمته، وما يطالبوش كمان لو افرض ان انا صممت استلمه لانه لقيته قلت يلا بالمره، ما انا اصلا مقوم عربيه وحطت فيها حاجات هنقلها فبالمره اخده معايا، يبقى ايه؟ لا اطالبه بالقيمه لان كاننا تنازلت، طالما انا صممت ان انا استلمه في غير موضعه قبل وقته يبقى لا اطالبه بقيمه المؤنه ولا النقل، يبقى النقل عليا، واضح؟ ولو أحضره المسلم إليه في غير محل التسليم. شوف الصورة دي تاني، كلها صور ورا بعضها، صور ورا بعضها، عايز يبقى يخليك تتخيل الصور المختلفة. ولو أحضره المسلم إليه في غير محل التسليم وامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح، فإن كان لحمله من مكان الإحضار إلى محل التسليم مؤنة ولم يتحمل المسلم إليه لم يجبر على قبوله لتضرره بذلك. جابهولي في غير موضع التسليم وقال لي استلم، وهو علشان يوصل للمكان المتفقين فيه كان محتاج مؤنة، والتاني مش عايز يدفع لي المؤنة دي، يبقى انا لا اجبر على ان استلم، واضح؟ طيب، لتضرره بذلك. وان امتنع من قبوله لغير غرض صحيح، يعني تعنت بس، أجبر على قبوله إن كان للمؤدي غرض صحيح كتحصيل براءة الذمة. التاني بيقول لي يا سيدي أصل أنا خفت لقيت الأجل بعيد وأنا جالي مرض وقالوا لي أنت محتاج تعمل عملية قبل الموعد ده وأنا خايف أموت في العملية، فأنا جايبه لك قبل الموعد علشان أبرأ ذمتي، مش عايز أموت مديون. هنا بقى يجي بقى إيه القاضي يفكر يقول له عنده حق، الراجل هيعمل عملية قلب مفتوح وهيدخل عنايه مركزة وعملية كبيرة ونسبة الوفاة فيها موجودة والراجل عايز يبرأ ذمته، يا عم استلم بقى بلاش تعنت، القاضي يقول له كده، استلم بقى وبلاش تعنت، ساعد أخوك على أن يبرئ ذمته، يا إما تبريه بقى، مش عايز تستلم خلاص قول له يا عم برأ، اعتبرهم هدية مني لأولادك، مش عايز حاجة، خلاص حل الإشكال، الراجل ضميره مأنبه مش عايز يدخل يعمل العملية ويدخل ياخد بنج ويعمل ده علشان خايف يموت فيها. يبقى هنا عنده غرض صحيح انه يسلمهوني في غير موضع التسليم وقبل وقت التسليم، واضح؟ لبراءة الذمة. كل دي صور بتقع في المعاملات. قول والسادس ان يكون الثمن اي الذي هو رأس المال وان كانوا لا يعبرون عنه بالثمن في الغالب بل برأس المال، وقوله معلوما بالقدر اي والجنس والصفة. القدر يعني نقول 100,000 وصفته جنيه مصر، فهمتني ازاي؟ يبقى القدر 100,000 وصفته جنيه مصر. فإن فيما إذا كان في الذمة، وقوله أو بالرؤية أي فيما إذا كان معينا، يقول له شايف العربية المركونة في الجراج دي أنا ما بستعملهاش
دي تمنها لف حواليها كده اللي هي تمنها 200,000 جنيه فول اوبشن فيها مش عارف ايه فيها ايه فيها. العربية دي هي دي تمن البضاعة، تجيب لي البضاعة اديك المفتاح. يبقى هنا شافه بعينه، فهمتني ازاي؟ اتفق مع علي. وقوله أو بالرؤية أي فيما إذا كان معينا، فهذا محض تكرار مع ما تقدم في البيع، اللهم إلا أن يقال ذكر هنا ليفيد أن رأس المال يسمى ثمنا وهو جواب واهن. ولو اتفق أن رأس المال صار بصفة المسلم فيه وجب قبوله، كأن أسلم إليه جارية صغير. رأس المال هنا صار في نفس صفة المسلم فيه عند حلول وقت التسليم. يعني انا اديته بنت صغيرة جارية على انه يسلمني بعد مثلا سنة شابة كده ايه كويسة جميلة مقابل الجارية دي. فالبنت الجارية دي في السنة دي كبرت وبقت حلوة وبقت جميلة، بقى فيها كل المواصفات اللي احنا بنقول، يوم يرجعها لي. فهمتني ازاي؟ صار المسلم فيه هو عين الايه؟ هو عين المطلوب. فهمتني ازاي؟ عند وقت التسليم. فينفع يديله دي ولا لازم يبدلها؟ شفت الصور؟ ولو اتفق ان رأس المال صار بصفة المسلم فيه وجب قبوله، كأن اسلم اليه جارية صغيرة في جارية كبيرة فكبرت عنده، وان وطئها اذا لم تحبل منه. له ان هو يسلم ماله حتى لو كان وطئها طالما لم تحبل منه. فهمت بقى؟ الصور دي مفيده وان كان ليست لها واقع الان، لان ما بقاش فيه سوق رقيق خلاص، الا انها علشان تبين لك بس ايه الفهم الفقهي والحس الفقهي وتصور الصور المختلفه. قول والسابع ان يتقابضا، هذا شرط لدوام الصحه، واعترض بان التعبير بالتقابض يقتضي انه لابد من قبض المسلم اليه رأس المال وقبض المسلم فيه في المجلس. اصل ما اقول تقابضة دي كأن انا هسلمه وهو يسلمني، واحنا عارفين ان في السلم انا مش هستلم الوقت. فكلمة تقابضة دي فيها شبهة تخلي الطالب وهو بيقراها يفهم غلط. فهمت؟ فبيعترض عليها، لان اللي بيتم قبضه في المجلس هو ايه؟ المسلم فيه، مش المسلم فيه الثمن. لكن المسلم فيه هيجيله بعدين. يبقى يقصد تقابضة، يبقى انا هقبض العقد نفسه بالشروط والتاني يقبض الثمن. فهمت؟ لكن مش هقبض البضاعة دلوقتي. انه لابد، واعترض بان التعبير بالتقابض يقتضي انه لابد من قبض المسلم اليه رأس المال وقبض المسلم فيه في المجلس وليس كذلك. واجيب بان التعبير بالتقابض تسمح، يعني في مسامحة، والمراد به اقباض المسلم رأس المال وقبض المسلم إليه له في المجلس، واعتبار الإقباض من المسلم جرى على الغالب، وإلا فللمسلم إليه الاستقلال في القبض كما في البيع ولا يشترك. يعني بيقول لك باعتبار إن أنا هسلمه وهو هيستلم، فده نوع التسليم ده والاستلام سماه تقابض. فهمتني إزاي؟ بس يعني ده تعبير بعيد. ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد، بل يجوز في الذمة ثم يعين ويقبض في المجلس، لأن المجلس حريم العقد فله حكمه. ما يشترطش تعيين رأس المال في أثناء كتابة العقد، لكن في مجلس العقد قبل ما نقوم لازم نعينه، لأن احنا بنكتب العقد في مجلس العقد، لكن قد ننتهي من الكتابة ولسه قاعدين في المجلس. فاهم؟ فيبقى لازم يتم التعيين ولو بعد كتابة العقد، المهم قبل أن ينقضي المجلس. واضح؟ ويقبض كمان في المجلس، يبقى يعين ويقبض كمان في المجلس، لأن المجلس حريم العقد. يعني إيه؟ يعني محيط بالعقد فله حكم العقد. حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، قاعدة. حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، دي قاعدة فقهية معروفة ذكرها في الأشباه والنظائر الإمام السيوطي وغيره. زي ما يقول لك ان السور المحيط بالمسجد ويحيط بفسحة خارج المسجد نفسه كحديقة او شيء ملحق به له حكم المسجد في عدم جواز مكث الحائض فيه، لانه حريم الشيء له حكم ما هو حريم له.
واضح؟ القاعدة بقى ليها فروع كتيرة وأصول كتيرة في قواعد كتير، زي مثلا إيه؟ زوجتك، لا دي سورة تانية، هتخش إذا غلب الحرام، لا مش هنديك المثال ده، ده مثال حي، دخلنا في قاعدة تانية، مش عايزين نخش. لأن المجلس حريم العقد فله حكم ولا بد من حلوله كما في بيع الربوي، ويجوز جعل رأس المال منفعة، يعني التقابض في البيع الربوي لازم يتم في الحال، كذلك التقابض رأس المال السلم لازم يتم في الحال كبيع الربوي. مش احنا قايلين في الربوي يشترك فيه التماثل والتقابض والحلول، ثلاث شروط، التماثل والتقابض والحلول في متحد الجنس والعلة، فإن اختلفت الجنس واتفقت العلة سقط شرط التماثل وبقي التفاضل، فإن اختلف في الجنس والعلة بيعوا كيفما شئت، فاكرين باب الربا؟ طيب. ويجوز جعل رأس المال منفعة، ممكن رأس المال ده أقول لك أنا هدي لك شقتي الموجودة في المقطم تسكن فيها لمدة 3 شهور مقابل إنك تجيب لي البضاعة الفلانية اللي هي قيمتها قيمة إيجار الشقة في 3 شهور، يبقى هنا الثمن منفعة. الشقة في المقطم بتتأجر مثلا ب 2000 جنيه في الشهر، تقعد أنت فيها 3 شهور يعني 6000 جنيه، تجيب لي البضاعة دي ثمنها 6000 جنيه، تجيبها لي بعد 3 شهور، ينفع؟ يبقى المسلم يعني رأس المال في عقد السلم منفعة؟ قال لك ينفع. ينفع رأس المال في الثمن منفعة. طب وتسليمه يتم إزاي؟ إن أنا أديله مفتاح الشقة في العقد. تسليم يتم أديله مفتاح الشقة. سهل، فهمت؟ ويجوز جعل رأس المال منفعة كما لو أسلمه منفعة عبده أو داره أو دابته شهرا في كذا، وقبض المنفعة بقبض العين، وإنما اكتفى بقبض العين مع اشتراط قبض رأس المال في المجلس قبضا حقيقيا، لأن هذا هو الممكن، لأن قبض العين كأنه قبض منفعتها، كأنه قبض رأس المال، فهمتني ازاي؟ بس أي المسلم والمسلم إليه، أما بنفسهما، إما بنفسهما أو بنائبهما، يعني ممكن إن أنا أديله الثمن عن طريق السكرتير بتاعي، أقول له إيه هتقبضه من الحسابات، تنزل تعدي على الحسابات تاخد الشيك، فهمتني ازاي؟ هو إحنا قاعدين في مكتب في شركة كبيرة وأنا صاحب الشركة، عملنا العقد قلت له بس وانت نازل بقى عدي على الحسابات هيدي لك الشيك ده، او هنا النائب هيقبضه، فهمت؟ يعني مش شرط بنفسنا، يعني ممكن بالنائب بتاعي، والتاني ممكن ايه يبعت النائب بتاعه المساعد بتاعه يقول له انزل طب ايه الخزنه استلم لنا الشيك على مشرب الشاي معانا، يعني ممكن ايه مش شرط بشخصي انا وشرط التاني بشخصه نفسه، واضح؟ ممكن ايه بنفسهما او بنائبهما. قوله في مجلس العقد وانما اشترط القبض فيه لان في السلم غرر فلا غررا فلا يضم اليه غرر تاخير راس المال عن المجلس، هو اصلا السلم فيه غرر وهو بيع غير الموجود، فكمان ما يستلمش يبقى الثمن غير موجود، يبقى البضاعه غير موجوده والثمن غير موجود، غرر على غرر ما ينفعش، فاهم؟ عشان كده قال لك نخفف شويه نقلل نص العمى ولا العمى كله، مش المصريين يقول لك كده نص العمى ولا العمى كله، على الاقل اقبض الثمن وبعدين ابقى اجيب لك البضاعه، انما لا ثمن ولا بضاعه ونعمل عقد على ايه؟ فهمتني؟ فما ينفعش. ولانه اذا كان راس المال في الذمه كافيا مع عدم قبضه في المجلس كان في معنى بيع الدين بالدين، وعشان لو ما قبضش الثمن في الحال والبضاعة هتيجي اللي هو المسلم فيه في الذمة كأن ببيع ذمة بذمة دين بدين، ما ينفعش، واضح؟ كأن بيع، نهى النبي عن بيع الكالئ بالكالئ، الحديث كده. وقوله قبل التفرق أي وقبل التخاير، لأن اختيار اللزوم كالتفرق كما مر في الخيار، ولو اختلف اختيار اللزوم أو عدمه اللي هو اسمه خيار المجلس يعني، ولو اختلف فقال المسلم قبضته بعد التفرق، وقال المسلم إليه قبله أو بالعكس، ولا بين لكل صدق مدعي الصحة، هنا حصل خلاف،
ولو اختلف. فقال المسلم: قبضته بعد التفرق. يعني قال له انت قبضت الفلوس بعد ما تفرقنا. كويس، ده المسلم. وقال المسلم اليه: لا، ده انا قبل ما نفترق، ده احنا كنا قاعدين في المجلس، انت بتدعي عليا، انت عايز تخلي العقد باطل وخلاص. فهمت؟ حصل خلاف، يقول له انا اديتهولك بس بعد ما اتفرقنا، العقد غير لازم. تاني يقول له يا سيدي احنا خدناه في العقد. يبقى حصل خلاف هنا، نحصل ايه؟ او بالعكس، او التاني قال انا استلمته بعد العقد، يبقى العقد غير لازم. تاني يقول له لا انا سلمتهولك وانت لسه في الحجر قاعد معايا. حصل خلاف اما من جهته او من جهتي، وما فيش بينه، ما كانش فيه شهود. نعمل ايه والقاضي يعمل ايه؟ يقول لك صدق مدعي الصحه بيمينه. يعني اللي بيدعي ان العقد صحيح، لان العقد الاصل في العقود اللزوم، الاصل في العقود اللزوم. فانا بدعي ان العقد صحيح والتاني بيدعي ان هو باطل، وما ولا عندي ده بينه ولا ده عنده بينه. يقوم القاضي يقول لمدعي الصحة احلف على ما تقول، فإن حلف قضى لك، إن امتنع نكل، خلاص يسخ العقد. واضح؟ يبقى لكل ولا بينة لكل، صدق مدعي الصحة بس بيمينه، لأن اليمين يحل محل البينة عند غياب البينة. واضح؟ هتعرفها بكتاب التقاضي بعد كده. قوله: فلو تفرق قبل قبض رأس المال بطل العقد. فلو تفرق قبل قبض رأس المال بطل العقد. احنا عملنا العقد، استلموا كل حاجة، ولكن لا ده قبض وانا رحت سايبه وماشي وما دفعتلوش حاجة، يبقى العقد اللي كتبناه كله ده حبر على ورق، بطل العقد. واضح؟ مفيش حلف ويد. وكذا لو اختار لزوم العقد قبل ذلك كما علم مما مر، او هم قاعدين في المجلس اختاروا لزوم العقد، وفي خيار مجلس كانهم اسقطوا خيار المجلس، برضه يبطل العقد، لانه هيؤدي الى التسرع، والتسرع يؤدي الى الندم، والندم يؤدي الى النزاع، والنزاع يؤدي الى التقاضي. فهمت؟ لازم يبقى في خيار المجلس طول ما احنا قاعدين، عشان انا مخي بيفكر ويودي ويجيب لحد ما قرر الحاجة اللي فيها مصلحتي. انما من اول ما نتفق نقول العقد لازم كده على طول، بمجرد الاتفاق حتى واحنا قاعدين واسقطوا خيار المجلس، لا، يبقى ده ما ينفعش. يبقى كده انت عايز بقى تدبسه، عايز تخليه يتسرع ويمضي وتوديه في داهية. فهمتني ازاي؟ ما ينفعش. او بعد قبض بعضه، كأن اسلم لو تفرقنا بعد ما قبض بعض المبلغ. كان أسلم إليه دينارين في أردب قمح فقبض منه دينارا ثم تفرقا. وقوله: ففيه خلاف تفريق الصفقة، فقيل يبطل في الكل، والأصح أنه يصح فيما قبض وما قابله من المسلم فيه، ويبطل في الباقي وما قابله، فيصح في المثال المذكور في الدينار المقبوض وما قابله ونصف الأردب، ويبطل في الدينار الباقي وما قابله ونصف الأردب الآخر. شرحناها اللي هو تفريق الصفقة. قول: والمعتبر القبض الحقيقي، عشان يجيب لك ان الحوالة ما تنفعش، لان ده قبض حكمي، لازم يبقى قبض حقيقي. فهمت؟ والمعتبر القبض الحقيقي وهو في المنفعة بقبض محلها لانه الممكن كما مر، وخرج القبض الحكمي كما في مسألة الحوالة. قوله: فلو احال، ده اسمه قبض حكمي، برأس مال السلم إلى آخره. فالحوالة من المسلم باطلة، وكذا الحوالة عليه من المسلم إليه. لكن إذا أذن المسلم إليه للمسلم في الدفع إلى المحتال فدفعه في المجلس صح، وكان المحتال وكيلا عنه في القبض. افرض إن احنا خلصنا الدين بيننا وبين بعض، وخدت أنا الفلوس دي اديتها لك، خلاص طالما تم في المجلس خلاص، لكن أنا لا أحيل وأمشي ولم يتم القبض، لأن كده قبض حكمي، والقبض الحكمي ما ينفعش، لازم يكون قبض حقيقي. فهمت؟ وقبضه المحتال سواء أذن له في قبضه المحيل إذنا جديدا أو لا. وقوله: لم يكفي، أي لأن الحوالة ليست قبضا حقيقيا، فإن المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه
لا عن جهة السلم. نعم، إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس يصح. يعني إحنا وإحنا قاعدين كده، إحنا ثلاثة قاعدين في المجلس، أنا عايز فلان ده اللي هو نمرة ثلاثة ده يجيب لي البضاعة سلم بعد شهر، والبضاعة دي قيمتها 10,000 جنيه، ونمرة اتنين اللي قاعد قدامي ده أنا كنت عايز أخد منه 10,000 جنيه إن هو أصلا مستلفها مني، فالمفروض يدهاني، فأنا بناء عليه إن أنا عندي 10,000 جنيه في ذمة فلان عايز أشتري بضاعة ب10,000 جنيه، فأنت قلت له إيه؟ قلت له يا سيدي هات لي البضاعة بما لي عند فلان تاخدهم منه. وقبل ما نقوم أم قال إيه؟ طب وليه يا سيدي تخليها لف ودوران؟ أنا ال10,000 جنيه الحمد لله معايا في الشنطة، خدها. فهمت إزاي؟ فراح واخدها الراجل نمرة ثلاثة، فيقول لك ما ينفعش، لازم نمرة ثلاثة يدهاني وأنا أديها له. ويصح في الصورة دي. ليه؟ لأن أنا هاخدها أعدها واطمئن وأعرف عددها أروح مديها له. يستلمها يعدها اطمئنينا. إنما لو خدها واتفقنا في مجلس العقد وأقول له تمام، وبعدين يجي يروح يقول لي أصل عديتها لقيتها ناقصة، طب أنا هجيب لك إيه؟ ما التاني مشي. ده التاني كان نزل من عندي على المطار وسافر، أجيبه لك منين؟ ليه ما عدتهاش قدامه؟ فعلشان نمنع الحكاية دي يقول لك حتى لو تم القبض في المجلس والمحال عليه سلم المحيل إليه، واخد بالك ازاي؟ اللي هو الثاني، لازم المحيل إليه ده يدهاني أنا وأنا سلمها له في المجلس، فإن فعلنا كده صح وإن لم يفعل لا يصح. فهمت الصور؟ كل ده علشان يفض النزاع. قول والثامن أن يكون عقد السلم ناجزا. يعني إيه؟ يعني منجز، يعني لازم، يعني غير مشروط بشرط يمنع من نفوذه. أدي معنى ناجز، أي ألا يشترط فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما، لأنه لا يحتمل التأجيل في رأس المال، والخيار أعظم غررا منه لا مانع منه، لا لأنه مانع من الملك أو من لزومه. طبعا انا اما ادي لك العربيه واقول لك ايه واخد منك ثمنها واقول لك بس بشرط في اي لحظه اتصل بيك اعتبر ان انا ما بعتهاش، تيجي تاخد الثمن وتسلمني العربيه، هتبقى بتسوقها وانت مش متهني بيها، مش حاسس انها ملكك، لان في اي واحد يطلبك يقول لك تعالى خد فلوسك واديني عربيتي. ما ينفعش، ده عقد باطل، ده ما استقرتش الملكيه، لان العقود اصلا لازم تنبني عليها ايه؟ انها ينتج منها ثمرتها وهو التملك وحريه التصرف والتسليم، علشان ايه؟ نمنع النزاع، انما تفضل متعلقه كده. فهمت؟ زي ما ينفعش، عشان كده قال لك ان لازم يبقى العقد ناجز مش معلق بشرط معين، والا بقى مهدد في اي لحظه يتصل بيا يقول لي خلاص اعتبر الاتفاق بينا ما كانش، انا شاورت على، ما ينفعش، لانه مانع من الملك او من لزومه، يعني استقراره في الذمه، ادي لزومي استقرار الملك في الذمه، فلو شرط فيه خيار الشرط بطل العقد. وقوله لا يدخل خيار الشرط تفسير لقوله ناجزا، بخلاف خيار المجلس. خيار المجلس موجود في السلم، طول ما احنا قاعدين مع بعض ممكن ننفذ العقد او ما ننفذه، لكن بعد ما نمشي يبقى ناجز خلاص، منجز، لازم، كل دي الفاظ بمعنى واحد، يقول لك ناجز منجز لازم. فهمت؟ فانه يدخله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كلام النبي اهو، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ادي شرط ايه؟ خيار المجلس. البيعان بالخيار في المجلس ما لم يتفرقا، معناه لو تفرقوا انقطع خيار المجلس. واحنا قلنا التفرق بالابدان ولا بالاقوال؟ مذهبان. يعني دخلنا في موضوع جديد واتنقلنا يبقى ده اسمه تفرق بالاقوال. بعد ما اتفقنا قعدنا نتكلم في السياسه، فتحنا التلفزيون نسمع مثلا الاخبار، كل واحد مسك كتاب فتح وقعد يقرا فيه، كل واحد قعد في ركن يشتغل على الكمبيوتر بتاعه ويعمل شويه اعمال خاصه بيه، يبقى غيرنا الموضوع قاعدين، فهل ده يعتبر تفرق ولا لازم ينصرف بالابدان؟ مذهبان. مذهبان، الشافعيه قال لك بالابدان، وبعض الغير الشافعيه قال لك بالاقوال يكفي. واضح؟ احنا قلنا الكلام ده في الخيار المجلس، الشافعيه اختاروا يبقى بالابدان، عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر
احنا خدنا فهم سيدنا عبد الله بن عمر مذهب الشافعي، كان لما يقضي صفقه ويحب تنفذ ينصرف على طول، يدي ظهره للرجل ويمشي، يبقى عنده التفرق بالابدان. فهمتني ازاي؟ ما يفضلش قاعد معاه بقى ويتكلموا في موضوع تاني عشان ما يدلوش خيار الرجوع. فهمت؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان كده، لما يروح السوق يشتري صفقه والصفقه دي هو حريص عليها وخلاص ودفع الفلوس واستلمها يمشي على طول، ما يقعدش بقى، لان لو قعد التاني يقول له لا يفتح الله انا مش عايز غيرت رايي. فيبقى كان يرى التفرق بالابدان، فده اللي اخذ بيه مذهب الشافعي. هو بعض المذاهب قال لك لا، يكفي التفرق بالاقوال بس باللسان، اتكلمنا في موضوع جديد، اتنقلنا بنتكلم في بضاعه ثانيه في موضوع اخر. فهمت ازاي؟ بنتكلم عايزين نخطب بنتك لابني ويعمل الجوازه والفرح يبقى فين والمعازيم نجيب ايه ومش عارف ايه، نقلنا موضوع ثاني خالص ملوش دخل يبقى لا يعتبر تفرق عند بعض المذاهب. لكن في مذهب الشافعيه طول ما احنا قاعدين مهما اتكلمنا في كل موضوع لسه خيار المجلس مستمر. فهمت بقى المساله؟ وبخلاف خيار المجلس فإنه يدخله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والسلم بيع موصوف في الذمة كما مر. وكده والله أعلم، وخلصنا أحكام السلم، ونقف على فصل في أحكام الرهن إن شاء الله يوم الخميس القادم. أطلنا عليكم إيه ساعة ونص، الله يكون في عونكم، محدش فيكم قال حسبي الله ونعم الوكيل. قبض بعض الثمن، يعني كتير بيحصل لحد مثلا بيشتري ما هو ده مش عقد سلم، ده عقد باطل. العقود كتير منها بتحصل، وعشان كده بيحصل نزاع كتير بين الناس. ما هو لازم نستعرف احكام البيوع. في راجل من علماء التصوف الكبار في المغرب في القرن الخامس الهجري، لا اذكر اسمه الان، كان راجل صالح والي كبير وعايش في مدينه كلها تجار. فالتجار قالوا له ألف لنا كتاب في التصوف، فألف لهم كتاب في البيوع أحكام البيوع. قالوا له احنا عايزين التصوف، التصوف سلوك. قال لهم لا يصح تصوف المتصوف إلا بالطعام الحلال، فلابد الأول تبقى أحكام بيوعكم صحيحة، فيبقى اللي داخل جوفكم حلال، بعد كده أفهمكم تعملوا إيه بالحلال ده بجوفكم، تطيعوا ربنا إزاي بقى. انما ما ينفعش يبقى جوفكم مليان حرام واكل اموال الناس بالباطل واقول لك امسك سبحه وقول ورد، ما ينفعش. فهمت بقى؟ فلابد الناس تبقى حريصه على انها تبقى طعامها من حلال ومكسبها من حلال علشان تبقى عبادتها مقبوله. فهم؟ ويقل النزاع. فعلشان الحاجات الصور اللي بتقولها دي كلها بسبب انتشار الجهل في المعاملات بين المسلمين، مش فاهمين احكام الشرع في المعاملات. وعشان كده كل يوم والتاني تلاقي واحد قتل التاني، يقول لك قتله علشان خد منه مش عارف ايه، قتله علشان اشترى منه ايه وما ادالوش ايه، قتله علشان، تلاقي صفحه الحوادث معظمها نزاعات ماليه. وبعضها نزاعات على الاعراض، علشان برضه لا يراعوا ان الرجل يختلي بالمراه الاجنبيه، فينبني عليها مشاكل في الاعراض. فمعظم صفحه الحوادث تجد ورا كل حادثه مخالفه شرعيه. لو كانوا راعوا هذه المخالفه ما عملوهاش ما كانتش تمت الحادثه. شفت بقى؟ دي حقيقه. فلازم نرجع تاني لان نتعلم احكام الشرع الشريف. انا بعمل اي عقد اروح لدار الافتاء، جنب دار الافتاء، ممكن بالتليفون، انا هعمل العقد الفلاني، ابعته مع ابنك مع صديقك مع نفسك لو انت فاضي. ايه رايكم في العقد ده يا فقهاء يا علماء؟ يقول لك العقد ده صحيح، لا العقد ده كويس، بعد النقطه دي هتعمل نزاع، بلاش منها حط منها بس، تقوم تصحح عقدك، بعد كده تروح تعمل انت. سهل. لا يطلع، هو مش بيعمل، هو يطلع بس، هو مش هيعمل لك عقد، هو ممكن تروح له تعرض عليه عقد انت عامله يوم يطلع. لا انت لما بتروح بتشتري في الموبيليا وتعمل اوضه نوم بيكتب لك، بتكتبه عقد. لا لا ده بتوع دمياط بيكتبوا والله، والله يحصل مشاكل، اكيد تحصل مشاكل. ما ده ممكن ينبني عليها مشاكل، هو في ناس بتحصل مشاكل كتير. طب ما دي مشكله بقى، لازم بقى ايه نصلح بقى العقود دي، لازم المسلمين كلها ترجع تاني للطريقه السليمه عشان تبقى ارزاقها حلال. واخد بال حضرتك؟ لازم علشان تبقى الارزاق حلال. زي ما يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، ساعات يبيع ثمر الجنينه لمده 3 سنين قدام.
او ده بيع باطل ما ينفعش. فهمتني؟ ده هو بيحصل وبيع باطل. ده بيأجر الجنينة يشتري ثمرها 5 سنين الانتاج سنة. ما انا بقول احنا عندنا في بلدنا كده، بس الحمد لله الا جنينتنا احنا بفضل الله. من ساعة ما قالت الي بعد وفاة ابي اتفقت مع التجار سنة بسنة بعد ما يظهر الثمر ويبان. عندنا جنينة برطان بتاع جدي، ورثها ابويا وبعدين انا ورثتها من ابويا بعد ما مات. مش انا كلها طبعا، بس انا مسؤول عنها لان انا واخواتي، بس انا اللي مسؤول عنها. فرحت قلت للراجل العقد ده عقد باطل. قال لي بس ابوك وجدك كانوا بيعملوا. قلت له انا ماليش دعوه بابويا ولا جدي، انا قلت لهم قالوا لي البلد كلها سلوها كده احنا ما نعرفش. قلت له بس انا بقى انا الحمد لله ربنا غنيني ومعايا فلوس ومستغني عن الجنينه دي، انا هبورها مش هبيعها، سيبها كده الشجر يموت. الراجل ماسك طبعا كل الشجر بتاع المنطقه، مش عايز الجنينه دي تطلع من ايده. قال لي طب انت طلباتك؟ قلت له طلباتي ببساطه، تصرف عليها واخد بالك بما يرضي الله، شوف الري بكام، الاسمنت بكام، الرش بكام، وتيجي لما يظهر الثمر تتصل بيا، هجيب تجار يشوفوا الثمر يقول لك ده ثمنه كذا، حبيت انت تاخدها بالثمن ده ما فيش مانع، ما حبيتش هديك التكاليف وهبيعها لايه؟ للي يديني الثمن المناسب. قال لي موافق. فعملت كده اول سنه وتاني سنه، وكل مره يشتريها هو بالثمن اللي الراجل الغريب يقوله. وبعد كده عرف ديتي، بقى يجي لي كل سنه لما يظهر الثمر واخد بالك يقول لي دلوقتي الثمر بكذا، تحب تجيب واحد؟ قلت له يا سيدي خلاص ادام اهل البلد يقولوا كده خلاص ومشي. والله 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 الراجل ده بيقول لي اكتر جنينه اكسب فيها وعمري ما بخسر فيها هي جنينتكم. بيقول لي الجناين الثانيه كتير بخسر فيها الا جنينتكم. قلت له عشان بركه العقد المنضبط. والله كده يعني انا ابويا ميت من سنه 85، احنا بقينا سنه كام؟ 2010. والله الراجل شوف من 85 ل 2010 شوف كم سنه ماسك الجنينه، يقول لي كده، يقول لي والله ولا سنه خسرت من جنينتكم. قلت له يا اخي ما تغير بقى العقود مع الناس. يقول لي بس ده بقى التجاره واحنا عاملين كده والناس اتعودت على كده الكلام العك كده، ما ينفعش. لما نرجع للعقود الصحيحه الشرعيه نعمه، نعمه كبيره. واخد بالك؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يرزقنا الرزق الحلال، لان الحرص على الرزق الحلال دي اصلا عباده الناس بقت ما تهتمش بيها كتير. يمكن يهتم ان يحج، يهتم يعمل عمره، يهتم يعتكف في رمضان في الحرم، يهتم انه يصوم الاثنين والخميس، يهتم ان هو يصلي الصلوات في الجامع، لكن ما يهتمش الرزق اللي بيجيبه ده جاي له من طريق حلال 100% ولا لا، ما ياخدش باله من الحته دي مهمه. او لو ترك النوافل كلها وحرص على الرزق الحلال احسن ممن يفعل كل النوافل ولا يهتم بالرزق الحلال عند الله، لان ما تقرب عبدي الي احب مما افترضته عليه. انما ما يشتغلش بالنوافل، وربنا فرض علينا ان ناكل الحلال. يا ايها الذين امنوا كلوا ايه؟ مما رزقكم الله حلالا طيبا. حلالا طيبا لازم يبقى من الحلال ولازم يبقى طيب كمان. يعني مش حلال مستقذر. يعني ممكن يبقى حلال لكن تجيبه حامض بايظ. واخد بالك؟ اذا ما فيهوش المواصفات تقرف منه ما تاكلوش بره. لان المسلم عند الله مكرم. ياكل الحاجه البضاعه الطيبه وياكلها من حلال. ياكل اطايب الطعام ومن حلال. ده مهم الحاجات دي كلها. والله تعالى اعلم. فكل واحد لازم يتعلم الحاجات دي، لان الناس دلوقتي بتتعامل في حياتها يروح يتجوز ومش عارف احكام الزواج، يقوم يعامل مراته غلط، وبعدين يجي يطلق ومش عارف احكام الطلاق، فيفاجئ انه عليه واجبات لازم يدفعها. يقوم يلاقي نفسه مقصر، لا عارف يدفع نفقة المتعة ولا عارف يدفع المؤخر، يقول لك يا يعني هو انا لما اطلق لازم ادفع ده كله؟ طب ما انت طلقت، ما هو ده لازم، ما هو مش عارف احكام حاجة، قاعد يعك. يروح يتجوز مش عارف ان هو الزواج ده بيتطلب منه اولا صبر وقوامة. قوامة يعني يبقى قايم عليها بالرعاية، مش قايم عليها بالضرب والعناد. يعني لازم يراعيها ويعملها معاملة كويسة وينفق عليها ويشفق عليها ويودها، واخد بالك، وما يضيعهاش. دي واجبات كلها، فما يقومش بالواجبات دي كلها. هو بيتجوز وخلاص لقضاء شهوة، وبعد شوية يعاند وبعدين لما يعاند عايزها، وهو بيعاند هي تطيعه ازاي؟ ما هو المرء مرأة أخيه. أنت بتعاند ديت عندك، عايز يشتمها وهي تقول له انت حبيبي، ازاي يعني تشتمها وتقول لك انت ما عادش يروح رد عليك؟ ما ينفعش. فيقوم يحصل شقاق، شقاق يؤدي الى طلاق. فلا عارف ادب الطلاق ولا عارف ادب الزواج، يقوم يطلقها
في طهر ما استهى فيه يبقى طلاق حرام ويقع ويطول عليها العدة ويبقى ظلمها، أو يطلقها في فترة الحيض حرام ويقع، يعني اللي عارف أحكام طلاق، وبعدين يطلق حرام، وبعدين بعد ما يطلق يجوا يرفعوا عليه قضية عايزين النفقة وعايزين المقدم وعايزين المؤخر وعايزين مش عارف إيه، يلاقي نفسه بيفلس يعني مش عارف يتجوز تاني، يقول إيه دي الخراب ده، أنا ما كنتش أعرف إن الطلاق هينبني عليه ده لأنه جاهل. يبقى لازم الواحد أما يقدم على أي شيء يعرف إيه المطلوب فيه وإيه الواجبات وإيه الحدود، لأنه هيسأل عنها. قبل ما تتجوز اعرف احكام الزواج، اتجوزت الحمد لله حصل نزاع وابتديت ايه بتفكر في الطلاق، ما تطلقش الا لما تروح للشيخ وتقول له ايه احكام الطلاق، لو فكرت اطلق ايه اللي هينبني عليها، ايه الحقوق الواجب عليها، وترجع تحسب حساباتك هل فعلا تقدر تديها. عارف نفقة المتعة دي كثير من المسلمين ما بيعملوهاش، نفقة المتعة دي زيادة مقابل الضرر النفسي اللي بيقع المطلقة. قال لك ومتعهن، ده متعهن دي غير المؤخر وغير النفقة وقت العدة، يعني عليك نفقة العدة وعليك تدفع المؤخر، واخد بالك ازاي، ولو كانت حامل عليك تفضل تنفق عليها ورعايتها وولادتها وهي مطلقة لحد ما تولد، لان اللي في بطنها ابنك، وتولدها في المستشفى الفلانية عند الدكتور الفلاني وتدفع فاتورة المستشفى وتدفع كله وانت مطلقها لانه ابنك، كل ده واجب عليك. وبعدين لو رضعته واجب عليك تنفق عليها طعام وشراب عشان هي بترضعه كمان، تبقى مطلقها بس بترضع ابنك تفضل تنفق عليه، وكمان تدي فوق ده كله متاع، متعهن متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المتاع اللي هو ايه يعني، كمان زيادة فوق ده كله تديها مبلغ كده حلو يجبر خاطرها، يعني انت اديتها كل حقوقها وتروح مديها كمان خدي 30,000 جنيه دي مقابل ايه ضرر نفسي وقع لي، انا بقيت اسمها مطلقه في المجتمع، ده في حد ذاته بيخدش حياتها بيضايقها، فمقابل ده تديها حاجه فوق. في حد بيعمل كده دلوقتي لانه ما يعرفوش الاحكام، لكن اقرا بقى نصوص الطلاق اللي تمت مثلا في الخمسينيات من القرن الماضي، في الاربعينات في الثلاثينيات، تلاقي ان الناس كانت بتعمل كده، كانت عندهم شهامه، وكان لما يجي يكتب كده يقول والله طلقتها ولا أرى فيها عيبا وأبكي على ما كان بيننا من مودة، ولكن هذا نصيب وقدر، ولها عندي في ذمتي كذا وكذا وكذا، وفوق ذلك نفقة متعة كذا، يديها فدان أرض نفقة متعة. شوف قد إيه كل ده كانوا بيعملوه أجدادنا، لأنه كانوا بيراعوا عدم ظلم البني آدم، لأن الظلم وحش، لأنه قد يكون أنت بتطلقها علشان أنت كرهتها لكن هي ما فيهاش عيب، طب هي ذنبها ايه؟ ده حب والبغض ده دي حاجه بتاعت ربنا، طب هي ذنبها ايه؟ خلاص ادام ذنبها لها الذنب يبقى لازم كمان ما زعلهاش. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، يعني اديكوا اللي انتوا عايزينه وفوق اللي انتوا عايزينه واطلقكوا لو انتوا عايزين زينه الدنيا، انا اخترت ان يكون رزقي كفاف فانا مش عايز اظلمكم. فالنبي خير زوجاته قال لهم انا اخترت ان يكون رزقي كفافا ولا انظر للدنيا، وانتوا الوقت تحت نفقاتي هتعيشوا زي ما عيش موافقين، ولا اللي مش عاجبها هطلقها واديها متاعها بالمعروف زي ما عايزه. فكلهم اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم نعرف الاحكام الشرعيه، تقوم تلاقي الوقت البني ادم من دول يتجوز ومراته تبقى مخلفه منه عيال ويطلقها وما يصرفش على عياله ولا يديها المؤخر ولا يديها حاجة، وتسيب لحد ما تتجوز العيال. يعني أنا عندي حكيمات في المستشفى متطلقين من وهم شابات صغيرات، يعني بعد الزواج مخلفة 3 عيال وعندها مثلا 25 سنة واتطلقت، دلوقتي بقى عندها كام؟ 50 سنة، ربت العيال وجوزتهم وتقول لي والله أبوهم عمره ما شافهم، والنماذج دي كثيرة بالنساء. يبقى الرجالة دول يعني إيه؟ يعني رايحين في داهية اللي عملوا كده. تدور على الرجالة دي بقى اللي هم ما بيسوق تلاقي ايه ما تفوتوش عمرة رمضان، يا سلام السبحة في ايده شغالة بقه ما يبطلش تسبيح ولا صلاة على النبي، ورد القرآني ما يفوتوش الا العشاء جماعة والفجر جماعة. طب وبعدين العيال الضايعين دول حرام عليك، لانه ما يعرفش احكام الطلاق ولا احكام الزواج ولا احكام حاجة، ماشي في الدنيا كده بيعكم.
طب انا عايز اتجوز على مراتي مش عايز اطلق. ده هينبني عليه احكام تانية عندما اعدد بقى الزواج ده ليه احكام تانية. هل هقدر ان انا اعدل في النفقة، في الشفقة، في الرعاية، في العناية، ولا ما اقدرش؟ هقدر ان انا اواجه الخلافات اللي قد تحدث بين اولاد دي واولاد دي والاثنين اولادي؟ هل هقدر استطيع ان انا اديهم نفس الرعاية اللي اديتها لاولادي من الاولى، ولا انا دلوقتي بقيت مشاغلي اكتر فهيجي لي عيال مش هعرف اديهم رعاية كافية؟ هل وهل 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 اذا اجبت اتجوز، ما اجبتش خلاص ما تتجوزش، ولا المسائل نزوات وخلاص؟ مسلم ما عندوش نزوات، يعني ممكن يجي له هوى لانه مش معصوم من الهوى، لكن ما ينقادش للهوى الا بعد ما يدرسه. فلو انقاد دون دراسه اسمه نزوه متسرع، يقع في مشاكل، فهمت؟ لكن لازم كل حاجه يضبطها بالشرع الشريف. هي دي الرقابة، هي دي مراقبة الله عز وجل. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله في خلق الله، في أصدقائك، في جيرانك، في زوجتك، في أولادك، في أحبابك، في أبيك، في أمك، في أقاربك. هي دي عبادة ربنا، هي دي العبادة الصعبة اللي الناس كثيرا ما تفشل فيها. لكن العبادة السهلة أصلي كل وقت في وقته، أصوم الاثنين والخميس، ما يفوتنيش صيام رمضان، لأن النفس فيها شهوة، عشان نفسك تقول لك ما انت عابد اهو يا اخي، كويس بقى كويس، ده انت ما فيش احلى منك، ايه الحلاوه دي، ده انت صالح وعابد وصائم وذاكر، ده انت من اعيان اهل الجنه. تقوم تفضل تنفخ فيك. لكن ايه، ظالم الناس، يقوموا يستنوك عند الامطره. الامطره دي بعد الصراط، يعني بعد ما تعدي الصراط وخلاص باب الجنه اهو، وعديت خلاص وهتدخل الجنه، تلاقي كل العالم دي واقفه مستنياك عايزه تاخد الحقوق منك، كله ماسك اسمها الامطره. تصور بقى بعد ما تعدي المهاول، يعني اهوال يوم القيامه دي اهوال شديده، لحد ما تعدي الصراط اهوال بعد اهوال، خلاص عديت الصراط وعديت من جهنم، باب الجنه اهو هدخل خلاص. تبص تلاقي مين؟ جارك اللي ظلمته، مراتك اللي ظلمتها، ولادك اللي ضيعتهم، الناس اللي كلت اموالهم بالباطل، البني ادم اللي انت زعلته مره حتى او قلت له كلمه غيرت خطوه، كل دول واقفين مسكين في خناق حضرتك، منعينك من الدخول الجنة لحد ما تحل المشكلة معاهم. طب احلها ازاي يا جماعة، تسيبوني ازاي؟ بيقول لك تاخد من سيئاتنا، شيل من سيئاتنا عشان نرضى. واحد يكون عمل 60 زانية، بيقول لك شيل انت وزر 60 زانية اللي انا زنتهم دول عني، عشان اقبل انك انت كلت مالي لمدة سنة، كنا شركاء مع بعض ما كنتش بتديني الربح لمدة سنة وكلته. طب يا عم تتنازل ازاي؟ قال لي انا اصلا كنت ماشي على حل شعري وزنيت 60 زانية، شيل انت وزر 60 زانية دي عشان اسيبك. تشيلها؟ شيل حقوق الوالدين اللي انا عقدتهم، تشيلها؟ يقول لك انا مش هقدر اشيل. طب خد من حسناتي، خد من حسناتي، بلاش بقى ايه توديني في داهيه، بقى انا ما زنيتش عمري، هتديني انا وزر 60 زانية؟ يا عم حرام عليك، تقلق فيا. يقول لك طب خلاص اديني من حسناتك يا سيدي. شوف الحوارات دي كلها هتتم في اللحظه دي مع كل واحد. يقوم يقول لك انا الحمد لله انا كنت بنيت جامع كلفته 2 مليون جنيه وصدقه جاريه وصلوات الناس لحد ما قامت القيامه، ثوابها كان في حسناتي، بقى جبل من الحسنات. يقول لك خلاص هاخد الجبل ده عشان اسيبك، مع ان كل المشكله كنت واكله في 100,000 جنيه. ايه 100,000 جنيه؟ كنت اديها له في الدنيا. ايه 100,000 جنيه جنب الموقف ده؟ ايه 1,000,000 جنيه جنب الموقف ده؟ ايه الدنيا وما عليها جنب الموقف ده؟ حقيره ولا حاجه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده: من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليتخذ منه، من اخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ. عايز يبرأ ذمته. النبي اللي هو رحمة للعالمين، اللي ما كانش حد زعل منه، حتى أعدائه كانوا يحاربوه بيحبوه. وبالرغم من كده وقف النبي بعد في مرض وفاته وجمع الناس وقال لهم كده: من شتمت له عرضا فهذا عرضي فليتقد مني، يشتمني عشان إيه؟ يبقى يعني قلبه يبرد ويبقى خفا. ومن ضربته فهذا جسدي، يضربني زي ما ضربته. اللي اخذت منه مال ماله، تعالوا خدوا منه اللي انتوا عايزينه. النبي بيعمل كده، واحنا اللي بنعمل ما بنعملش كده. متصورين اننا من اهل الجنه واحنا ظلمه ومجرمين، وفاهمين اننا
من ايه؟ من اولياء الله الصالحين، وطول النهار قاعدين ناذي بعض وناكل حقوق بعض ونشتم بعض، عمليه شغلانه تقلبت على المواجع. والكلام ده على فكره موجه ليا قبل ما يبقى موجه ليكم، انا بكلم نفسي بس بصوت عالي. فربنا ينجينا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.